أو مشتقاته زي الـ transportation problems and so on. هنشوف إزاي إحنا ممكن نحل بقى بالإيه؟ بالـ linear programming. هناخد بقى الفورم بتاع transportation problem، ده هيبقى أسهل حاجة عشان ننظم فيه المعلومات وهنبتدي نحل بيه. هو هنا افترض سريعا كده إنه التكلفة بتاعت regular production cost per unit R، الأوفر تايم هيكلفه تي، السب كونتراكت هيكلفه اس، ودي أول حرف من كل واحدة، وهولدنج كوست بالنسبة للمخزون هيبقى اتش، وبي باك اوردر كوست بير يونتس، والان نمبر اوف بيريدز ان بلاننج هورايزون. هيجي يرتبهم بقى كده، يقول أنا عندي بيريدز 1 2 3 4 5 6 طبعا لغاية ان، زي ما يكون M مثلا، وهنا عندي periods مختلفة لغاية N. أول رو طبعا ده هنا هيبقى السورسز زي يعني هو ممكن ينتج في البيريد الأولانية، خلي بالكوا period دي زي period دي ودي زي دي وزي دي زي دي، يعني كلها periods. ممكن ينتج في البيريد الأولانية احتياجات البيريد الأولانية، ممكن ينتج في البيريد الثانية احتياجات البيريد الثانية and so on. فهيبقى شكله ايه بقى؟ هو عنده beginning inventory اللي هو الاوبننج inventory، مثلا عنده 100 وحدة، ال 100 وحدة كانوا موجودين في البيريد الأولاني لسه ما قعدوش جوه المخزن، لأن ده opening inventory ما قعدوش جوه المخزن، مش هكلفه حاجة. لو قعدوا بيريد كاملة يعني كانوا من هنا راحوا هنا أول، يعني ما استخدمتش الانفنتوري ده لمده بيريد، هيكلف هولدنج كوست، هتبقى تكلفه جوه المخزن تكلفه هولدنج كوست. لو قعد بيريد تاني يبقى نفس الكميات اللي موجوده دي هتتكلف اتنين هولدنج كوست، لو قعدت ان بيريد هتبقى كلفت ان ماينس 1 هولدنج كوست. طيب نشوف بقى البيريد الاولانيه الانتاج اللي موجود فيها، يا اما يكون ريجلر يا اوفر تايم يا سب كونتراكت، ما عندوش غير الثلاثة دول. لو أنتج في البيريد الأولى، لو أنتج في البيريد الأولى اللي إحنا فيها دي احتياجات البيريد الأولى، يبقى ما عندوش مشكلة. ليه؟ لأنه مش هيبقى عنده حاجة متأخرة، فالبيريد الأولى هيكلف R على قد اليونتس اللي هو هينتجها، وإذا اشتغل اوفر تايم هيتكلف تي، وإذا اشتغل سب كونتراكت هيتكلف الاس. طيب هو أنتج ريجولر في البيريد الأولانية بس ما استخدمهاش في البيريد الأولانية، أو استخدم جزء منها، يعني مثلا أنتج هنا هو 100 حتة، المية دول استخدم منهم 20 في البيريد الأولانية، واستخدم في البيريد الثانية بقيتهم 80 مثلا. طبعا احنا بنبص هنا في الآخر، هو أصلا خلال البيريد دي هيجمع قد إيه من الإيه؟ من الـ regular production. لو هو بقى دخل هنا أهو، يبقى معناها إنه اتكلفت اللي اتكلفها 80 عادي في الإنتاج، يعني R في الـ80 زائد إنها قعد الـ80 دول period كاملة، فهتضيف عليها holding cost H. طب لو استخدم بدل 80 و20 هنا، كان كل اللي عنده 100 استخدم هنا 10، يبقى كان هيضرب في H في الـ R زائد الـ 2 H، لأنها هتقعد 2 periods بدل ما تقعد 1 period، وهكذا لغاية لما يبقى. لو انتج هنا النهارده وبعد 10 20 30 بيريود استخدم، يبقى هيبقى بتتضرب في ال n ماينس 1 في ال h. اللي انطبق على دول يعني ال 2 h والبتاع ده و n ماينس 1 h، ينطبق على الاوفر تايم ذات نفسه، ان انا انتجت برضه في البيريود الاولانيه وهشتغل هنا، وان ده انتجت في البيريود الثانيه and so on. طيب لو انتج بقى في البيريد الثانيه، عنده احتمالين،
هو الاحتمال الاولاني في البيريد الثانيه ويستخدمها في البيريد الثانيه، هيبقى عنده ار زي اللي فوق، وهيبقى عنده تي اللي هي الاوفر تايم زي اللي فوق، وهيبقى عنده اس زي الايه السب كونتراكت الموجود فوق. يا دار ما ده كولكشن. لو هو انتج في البيريد الثانيه وجزء من اللي انتجه استخدمه في البيريد الثالثه، يبقى هيضيف هو عليه هولدنج كوست. لو برضو عمل اوفر تايم هيضيف عليه هولدنج كوست، لو عمل سب كونتراكت برضو هيضيف عليه هولدنج كوست، لو قعد ان بيريد هيضيف عليه ان ماينس 2 اتش بدل ان ماينس 1. التالت نفس القصه برضو عنده حالتين، احنا بس ما قلناش الحاله الثانيه. يبقى التالت لو هو بيشتغل على التالت يبقى هما دول ار وتي واس، ودول هيبقوا لو في بيريد زياده حصل لها هولدنج 2 بيريد 3 بيريد زي ما يكون. او بقى ان انا انتجت في البيريد الثالثه واستخدمت اللي انتجته في البيريد الثالثه دي علشان كان عندي باك اوردر هنا اهو، يعني انا انتجت هنا 100 وكان عليا ابعت للراجل في البيريد دي 20، يبقى ال 20 دول هيتضاف عليهم البالنتي بتاع الباك اوردر. او ان انا هسدد برضو دين قديم 2 بيريدز، فيبقى هياخد هنا 2 بي. يبقى الجزء بقى ده اهو ده كده سليم، انا ماشي كده المساحه دي عشان تبان. يبقى احنا كده ماشيين كده سليم كده، انتجت في البيريد الثانية اللي انا عاوزه في البيريد الثانية كده، انتجت في البيريد الثالثة اللي انا عاوزه في البيريد الثالثة، انسو نفضل ماشيين كده اهو. يبقى الجزء الناحية دي كله بياخد هولدنج كوست زيادة، الناحية دي ما فيهوش هولدنج كوست، في باك اوردر زيادة. يبقى هنا في هولدنج كوست وهنا في باك اوردر. اوكي نيجي نطبق بقى الكلام ده. طب دكتور عندي سؤال، اسال. ها لو ما كانش في باك اوردر مسموح لي في المساله اصلا وكان خلاص مكانها لوست سيلز، خلاص يبقى الحته دي كلها اصفار. يبقى انت بتشتغل على النص ده بس من الايه من التيبل من الماتريكس، جزء ده فقط لا غير، وده كله هيبقى هنا تكتب صفر وهنا تكتب صفر وهنا تكتب صفر، مش تكتب صفر، هشره زي ما انا مهشره كده اهو، ملوش وجود عندي. اوكي طب اللوست سيلز الكوست بتاعها هعبر عنه ازاي؟ لا ده اللوست سيلز انت دلوقتي لازم ده، خلي بالك لازم ده البروبلم تبقى بالانسد. لو انت فاكر الترانسبورتيشن بروبلم، البروبلم دي كانت مفروض لما نعمل خط هنا اول وناخد سيجما دوله وناخد سيجما دول، هنا السيجمات تبقى ايه متساويه. طب اذا بقى كان واحد منهم اكبر من الثاني، يعني مثلا الديماند كان اعلى من الكاباسيتي، فاذا كنت هعمل هنا ضمي، تعمل افق هنا ضمي، مش كده؟ الضمي ده هيبين لي هيبقى اللوس سيلز موجود في اي حته. لو العكس ان الكاباسيتي اعلى كان هحط هنا ايه ضمي اللي هو اللي زي الانيوز كاباسيتي. انيوز كاباسيتي دي معناها ان هي مش هتكلفني حاجه فبحطها زيرو، والضمي اللي هنا ده هو ممكن يكون بيكلفني مبلغ اللي هو عباره عن اللوس سيلز.
تمام. فهنا إذا العلاج بتاع الموضوع. طيب نشوف الـ problem دي. given the following information setup. solve the minimum cost plan. برضو هنا مدي او demand. ثلاثة periods. 550 700 750. وادي regular والover time والsubcontract. المفروض نظريا طالما انا عندي اوبشنز بتاعت اوفر تايم وسب كونتراكت ما يبقاش عندي لوس سيلز. يعني كمان ابقى عندي سب كونتراكت وعندي اوفر تايم والديماند اعلى كمان من اللي عندي، يبقى ده مش حصتي في السوق اساسا، مش هيبقى عندي لوس، مش هقدر اتعاقد على الكميات اللي موجوده دي. هو بيجي اللوس سيلز منين؟ انه اللي منتجه زائد اللي هو موجود عندي في المخزون ما بيكفيش. فهو غالبا في الاحوال اللي انا اقدر اخد فيها قرار، ابعت اجيب من الخارج بالطياره بسرعه البضاعه، ممكن اديها السب كونتراكت يعملها لي اوام اشتري من السوق اعمل بتاع، اتفق مع الراجل على باك اوردر واكلفني شويه. يعني غالبا ما يبقاش في لوس سيلز في الحته دي. وهنا ادى الريجولر كان كاباسيتي بتاعته 500 وفي الثانيه 500 والتالتة 500، وده شيء طبيعي ان الريجولر كاباسيتي تبقى ثابتة. الاوفر تايم برضو طبيعي انه يبقى ثابت 50 و50 و50، وواضح ان هو 10% of ايه؟ of regular production. والسب كونتراكت ممكن اجيب من بره 120 و120 و100 هنا بقى في الشهر ده 100. عرفت ان ده 100 منين؟ مش 120 زي التانيين. ممكن يكون الراجل قايل لك من السوق من قبليها انه خلي بالك في شهر مايو هيبقى عندي شغل ومش هقدر يبقى عندي كاباسيتي اكتر من 100. دي تبقى معلومات داخله في السوق. وبدأنا البروبلم بتاعتنا ب 100 يونت انفنتوري، وداك الكوست بتاع كل واحد 60 80 الاوفر تايم والسب كونتراكت 90 والانفنتوري الوحده هتتكلف بالبيريود دولار، وهتتكلف في الباك اورد 3 دولار. دكتور معلش قول، هو الاوفر تايم اللي بيساوي 10% من الريجولر ده قانون يا دكتور ولا لا؟ لا لا خالص خالص، لا لا خالص خالص. تمام. الاوفر تايم ده يعني عدد الساعات اللي ممكن تخلي العامل يشتغلها قانونا، فممكن يكون له ماكسيموم. يعني ما تقدرش تقعد، يعني الراجل بيشتغل في اليوم 8 ساعات عمل، فهو مسموح له انه يشتغل بعد 8 ساعات عمل بقانون العمل مش اكتر من 3 ساعات مثلا على سبيل المثال، او مش اكتر من ساعتين. ليه؟ لان الشخص هيحصل له فتيج، ما يقدرش يطبق ورديتين على بعض، ممكن يطبق جزء من الورديات. لكن هو ممكن بقى في الاوفر تايم يوصل اكتر من 50. هعمل ورديه اولى بتعمل 500 وهعمل ورديه ثانيه تعمل 200 او 300، دول هيروحوا ودول هيجوا، في ناس ثانيه هتيجي. اللي جاي لي بعد الدور هياخد فلوس اكتر زي ما انتم شايفين، هياخد 80 بدون هيكلفني اكتر شويه اهو، والريجولر بيكلفني 60. فانا هجيب ناس غير الناس واعمل شيفت ثاني، وممكن يبقى الاوفر تايم هعمله 3 شيفت ويبقى اقل من الايه؟ من الريجولر. ما فيش حاجه تحكمك في انك تقول ايه عدد الساعات اللي هي ممكن تكون، الا اذا كان في طبيعه سيفتي لبعض العمليات. يعني مثلا في عمليات دهان الدوكو جوه الفرن لا يسمح لوجود الشخص جوه الفرن اكتر من ساعتين، وبالتالي هيدهن دوكو ساعتين ويطلع. طب هيعمل ايه بقى؟ يوقف خط الانتاج، فبيجيب واحد يبدل معاه ساعتين تانيين. طيب اذا كان بقى عاوز يكمل بقيه اليوم على 12 ساعه، يبقى بدل ما يكون عنده اثنين هيبدله ثلاثه او يبدله اربعه، لان الواحد منهم مش هيقدر يخش اكتر من ثلاث مرات في الايه؟ في اليوم، او مرتين في اليوم، وبالتالي لازم يكون عنده حد ثاني. في بقى حالات ما تقدرش تعمل الكلام ده، زي ما يكون مثلا في مصنع كيما اللي في اسوان،
لا مصنع منعزل خالص عن البلد وبعيد خالص عن أسوان، وعاملين لهم سكن هناك، فممكن يكون إنه ما عندوش عمالة تشتغل بعد الظهر، وما يقدرش يشغله كمان بعد الظهر لأنه طول النهار قاعد بيشم إيه غازات، فما يقدرش يتحمل الغازات مدة طويلة، فبالتالي ما يقدرش يشغله أوفر تايم خالص، وما يقدرش يجيب عمال تاني لأن ما عندوش فرصة، المكان بتاعه نائي ومفيش فرصة للكلام ده، ومش هيعين عمال يشتغلوا أوفر تايم بس، يعني كل واحد بيشوف الحالة بتاعته شكلها إيه. طيب رديت على السؤال ولا في سؤال تمام يا دكتور، تمام. سؤال تاني؟ نعمل التابلو، احنا عندنا ثلاثة بيريدز زي ما احنا شفنا، او ثلاثة بيريدز هم، هيبقى عندي هنا ثلاثة، لو كان عندي هنا أربعة كنت أحط أربعة، لو كان خمسة أحط الاثنين خمسة زي بعضهم، وعندي أول صف اللي هو الانفنتوري، البيجيننج انفنتوري كان 100 يونت. تعال نشوف بقى في البيريد الأولانية هيبقى متاح عنده قد إيه؟ هو عنده 500 ريجولر و50 اوفر تايم و120 سب كونتراكت، وفي البيريد الثانية زي الأولانية عنده 500 و50 و120، وفي البيريد الثالثة مختلفة عنده 550 و100. إذا ده المتاح، يعني هو ممكن يشتغل هنا لغاية إيه؟ 670، وهنا يشتغل 670، وهنا يشتغل لغاية 650، 650 ل 670، اوكي؟ طب هو ريكوايرنج قد ايه؟ بنكتب الريكوايرمنت هنا، البيريد الاولاني عاوز 550، البيريد الثاني عاوز 700، البيريد الثالثة عاوز ايه؟ 750. دي لما نجمعهم يطلعوا اقل من ايه؟ من المجموع ده، وده شيء طبيعي ان كل المتاح قدامي يكون اكتر من المطلوب. يعني هنا 750 و700 1400 و50 و1500 1000 وايه و2000، وهنا ده 2090، فعنده هنا 90 ايه زياده، عمل لهم ضمي، والزياده دي عشان اصلا دي اوفر تايم يا سوب كونتراكت مش هيكلفوني حاجه، لكن لو كان عندي دي اوفر تايم او اندر تايم كان ممكن يكلفني، فبيكلفني هنا في الاوفر تايم اند سو اون، لكن هنا التكلفه بتاعتي كده، يبقى هنا زيرو 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 مش هنتج خلاص. ونبتدي نعمل بقى بالنورث ويست كورنر سولوشن اللي قلناه قبل كده، عندي 100 وانا محتاج 550، يبقى ناخد ريجولر 450 اقل من 500، وهيفضل عندي هنا كمان من 550 هديهم للبيريد الاولانيه، البيريد الثانيه. البيريد الثانية جالها دلوقتي 50 من الريجولر بتاع ايه؟ بتاع البيريد الأولانية، وهو عاوز هنا 700، يبقى لسه عاوز كمان ايه؟ فوق ال 500 650، فهياخد اوفر تايم 50، مش هيقدر ياخد اكتر من 50، هو ده الليميت بتاعه، وهياخد من السب كونتراكت 120، يعني ده اخر حاجه عنده، هيتفضل عنده 480 هياخدهم من البيريد الثانيه، 480 اللي هي الكاباسيتي بتاعتها اساسا 500، فاذا هو جاب هنا ايه 700، خلاص 700 هنا خلصت اهي، وهنا اخد من دي هنا 500، فضل من 480 فضل له 20 البيريد اللي بعديها، هيضيف عليهم ال 50 اوفر تايم، ويضيف عليهم 120 اللي هي السب كونتراكت، هيبقى مجموعهم 190، 190 وهو عاوز 750، فاضل له 550، هياخد ال 500 الاولانيين من هنا في البيريد الثالثه، و50 في البيريد الايه دي، وهيبقى عنده 10 ياخدهم من السب كونتراكت يكملهم، ويبقى اخد من السب كونتراكت من 100 الافيلبل 10، هيفضل هنا ايه 90. ده النورث ويست كورنر سولوشن. طبعا عاوز يتعمل له موديفيكيشن،
فهنبتدي نبص بقى اوتو موديفاي، هنشوف كل ووتر سكوير موجود او اوبن سكوير. طب تروح فين يعني مثلا، ونشوف لها اللوب بتاعتها شكلها ايه. طبعا اللوب هنا ان انا ممكن اودي من دي لدي واخد من دي لدي واكمل اللوب بتاعتي. فكانت حابة تتكلف 60 هتكلف 61، دي زادت. كانت بتكلف 81 حتى ايه تكلف 80، نقصت نقصت دي واحد وزادت هنا واحد. فاذا هنا مفيش اي امبروفمنت. هاخد اللي بعديها واعمل لها برضو ايه نفس القصة، بس هتبقى كده 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 اللي هي بطريقة الستيبنج ستون. هاخد منها 50 اوديها على 62، من 60 ل 62، وهقلل من هنا من 61 ل 60، مش هتعمل لي اي امبروفمنت. هبص على اللي بعديها اند سو اون، واحدة ورا التانية بنفس الطريقة اللي احنا عارفينها. غالبا غالبا انه بيبقى الحل اللي طالع لنا ده almost optimal، يعني يمكن يكون عاوز له بس ايه حركة بسيطة في الامبروفمنت ويشتغل، وده الاوبتيمال سولوشن. خلاص كده وصلنا له. كل الحكاية ان التسعين دول اتاخدوا من ال في البيريد الاولانية من السب كونتراكت، ما تاخدوش من البيريد الثالثة من السب كونتراكت، لكن تقريبا هو نفس الحل اللي موجود. غالبا الحل بيبقى كده. طبعا في الامتحان مش هضيع لك وقتك كتير قوي، انك انت ايه يكفي انك انت تكون عارف تعمل فورموليشن ازاي، وتعمل التيبل، وتعمل لي انيشال سولوشن. عاوز تعمل انيشال سولوشن بالفوجل ابروكسيميشن ميثود لا بأس، عاوز تعمله بالانسبكشن برضو لا بأس، يعني اي حاجه. بس في الاخر تكتب لي بقى التوتال كوست بتاعي يبقى قد ايه عشان ابقى عارف، يعني نملى الخانات اللي موجودة دي. اوكي، حد عنده سؤال؟ دكتور ما انا عندي سؤال. اسأل. هو دلوقتي بالنسبة للترتيب اللي انا نزلت فيه بس البارتات في الديماند، انا دلوقتي اول حاجة كان عندي 100، بعد كده 450، بقى اللي هم الخمسين اللي زودتها على البيريود التانية، مش المفروض بقى الخطوة اللي بعد كده احط الخمسمية اللي هم في البريود التانية قبل ما اشوف الاوفر تايم والكلام ده، ولا انا فاهم غلط؟ لا انت مش فاهم غلط. لا عاوز 500، هي فعلا طلعت 500 اهو، بس خلي بالك المسألة دي الريكوايرمنتس تقريبا قد الافيلابل، مجموع الافيلابل. يعني انت تخيل المسألة اللي قدامك دي، انه لو جبت انا اشتغلت ريجلر واشتغلت اوفر تايم واشتغلت سب كونتراكت في الثلاث بيريت بيريز اللي موجودين، يا دوبك الكاباسيتي دي هتغطي لي المطلوب يا دوبك. فاذا انا دايما هاخد الماكسيمم ال 500 دي كل مره، يعني 500 يعني هاخدها كل مره لان انا مزنوق. تعرف بقى لو كان الافيلبل بالنسبه لي كبير قوي بالنسبه للمطلوب، ما كنتش هفكر ان انا اعملها بالنورث ويست، كنت ممكن اروح احط عند اقل تكلفه اكبر كميه ممكنه، وبعدين بعد كده بغرز الباقي. لكن اكمن الاثنين، كل امكانياتك من ريجولر واوفر تايم وسب كونتراكت، الفرق بسيط قوي من 2090 فيهم 90 فقط لا غير، فانت غالبا هتاخد كل الايه السب كونتراكتس الموجودين. ارخص سب كونتراكتس موجود اللي هو في البيريد اللي بعديها على طول، يعني ارخص سب كونتراكت في البتاع راح، ارخص سب كونتراكت هنا اهو مثلا انك تتحول من اي 1 بيريد هولدنج كوست او 1 بيريد ثانيه او هولدنج كوست، ما تتحركش اثنين، ده هيبقى عندك كوست اعلى. فاذا انت بتتحرك فعلا في الحته المينيمم، انك انت يا دوبك هتزود هولدنج كوست فور جاست 1 بيريد، ما عندكش حاجة هنا احتاج to hold cost for two periods، فانت بتشتغل على حاجات الادجيسنت لبعضيها، فطبيعة المسألة كده اهو. لكن لو شفنا دلوقتي هنشوف مسألة تانية هتلاقي الدنيا هتكون متغيرة، لانه كمية اللي مطلوبة هتبقى اقل بكتير من المطلوب. نعم قول.
لو الديماند يا دكتور معلش الديماند لو كان قد بالظبط الريجولر كنت هحط ال 500 وارجع في البيريود الثانيه احط 500 والثالثه 500 مش هحتاج ان انا ابص اقصد للاوفر تايم للاولى خالص ما تبصش خالص للاوفر تايم يعني انت طالب 500 في البيريود الاولانيه مش 550 وما عندكش انفنتوري كمان ارتحنا ما عندكش انفنتوري وطالب في الثانيه 500 احنا قلنا الاولانيه هتبقى 500 والثانيه الاخرى 500 والثالثه 500 خلاص تعال بقى نشوفه باي انسبكشن هحط هنا في الباي انسبكشن اصغر قيمه فين ال 60 ولا ال 60 ولا ال 60 ده اصغر قيمه موجوده اصغر قيمه موجوده هنا ممكن تاخد من هنا 500 وهنا تاخد منها 500 كنت احط 500 وانا مغمض عينيا هنا في الثانيه اللي هي الصغيره دي 500 الثانيه دي اقل حاجه 60 فيها وهنا دي اقل حاجه فيها 60 كنت هبص الاقي برضو اقدر اخد 500 من 500 اخد 500 500 باي انسبكشن خلصت الايه المساله ودي سهل قوي انك تعملها بالايد يعني ما فيهاش مشكله مش لازم تروح للكمبيوتر ليه بقى ما تروحش للكمبيوتر الكمبيوتر ممكن يقعد فيها مده طويله لان ايه البروبلم بتاعتك ديجنريت خالص يعني فيها كميه اصفار كبيره جدا وانت من كل التابلو دون حطيت ثلاث قيم في ثلاث مربعات وسبت بقيه المربعات كلها ما فيهاش values وبالتالي دي بقى degenerate كل مرة هتفترض epsilon epsilon موجودة فين وتبتدي تشوف اللوبس بتاعتها هتاخد منك شغلانة ولاش اي معنى فياريت طبعا regular على قد الايه التاني فده كده by inspection بقى نلاقي العملية واضحة قوي في اختياري للsquares اللي هحط منها واحدة للتانية طيب في سؤال تاني ولا في حاجة دي مش مفهومة ولا ايه قول اوكي دي برضو مسألة كده نبص عليها سريعا يعني Snow Sporting Goods Company دول بيعملوا ايه الأباقيب بتاعت الزحلقة على الجليد فهو عنده ديماند طبعا في فتره الجليد في الوينتر اوفر وينتر سنو سكيز عاوز خلال المانثز دي اول مانث عاوز 5000 اباب ثاني مانث 10000 اباب ثالث مانث 11000 اباب وبعدين 7500 اباب و 5000 اباب يبقى عاوز هو العدد ده خلال فتره الشتاء الناس جايه تتزحلق هيبيع بقى الايه السكيز دي دول بيعملهم بعمال الليبر بياخد 50 في اليونت عشان يركب الجزء التحتاني اللي هو السكينه ده على مش عارف ايه ويربط الاستادز والفرمله اللي قدام والفرمله اللي ورا يعني بيعملها دي بياخد 50 دولار لكل واحد لو اشتغل اوفر تايم هياخد 4 دولار زياده عن الريجولر تايم هيبقى 54 لو اشتغل سب كونتراكت هياخد 57 يعني حد يعملها له من بره هياخد 57 ما ينفعش بقى اللي هيشتغل اوفر تايم ده اقول له ايه لا اديني فلوسي على انها اوفر تايم ما تديهاش على انها ريجولر لا انت اشتغلت من الساعه كذا للساعه كذا هتاخد ال 50 لو شغلتك بعد كده والشغل عاوز حد يشتغل يبقى حدي لك ال 54 No shortage are allowed الانفنتوري هيلدو كوست بستة No shortages are allowed يعني هو اتزنق مثلا في ال 11000 دولار كتير فهيضطر يروح للأوفر تايم ويضطر يروح للإيه للسب كونتراكت طبعا هيروح للأوفر تايم الأول لأنه أرخص وبعدين يروح للسب كونتراكت اللي هو إيه عشان كده احنا رتبنا الكوست في التيبل 60 61 62 يعني بالترتيب ما حطيناش فوق ال 62 ورجعنا حطينا 60 تحتين ريجولر تايم برودكشن بينتج 9000 اللي هو الريجولر والاوفر تايم 1800 والسب كونتراكت 2500
هنعمل برضو التابلو بنفس الطريقه. ادي ادي البيز اللي هم خمسه بيريدز موجودين، وده برضو الخمسه بيريدز اللي موجودين. طبعا احنا هنشوف هنا كده ممكن هنا ينتج 9000 ريجولر و1800 و2500، اذا في البيريد الواحده ينتج 10800 12800 13300. يعني دول مجموعهم 13300. 13300 في 5 يطلعوا ايه بقى؟ يطلعوا كتير قوي، 13500. مش عارف اكتب طبعا يا جماعه، مش عارف، في ناس لهاليب بيعملوا يعرفوا يكتبوا كويس قوي. لو ضربناها في 5 فال 13 في 5 5 15 ب 650 6 5 0 مش عارف بقى الحقيقه. وهنا 5 في 25 تاني كده اهو يبقوا 675 6000 مش عارف نحسبها بقى بالتركيز. ها في 5 ب 66500 66500. هو اصلا عاوز كام؟ عاوز 5 و10 15 15 و11 يبقى 26 26 و7 يبقى 33 33 و500 و5000 38 و500 38500. وانت قلت لي عنده كام؟ 66000 66500 اللي هي 13300 في 5. يبقى المساله دي الافيلابل اللي فيها كبير قوي، يعني هو غالبا مش هيفكر لا يشتغل اوفر تايم في بعض الاحيان، ومش هيفكر ان هو يعمل سب كونتراكت، يمكن ما يعملش سب كونتراكت خالص لان هو الكميات اللي عنده هتكفي. طب الريجولر يكفي؟ نشوف كده 9000 في 5 لا ده 45 9000 في 5 5 في 9 45000 والمعروض عندي ده يبقى ال 45000 وانا عاوز 38 مش عارف هنبص كده. فاحنا هنعملها بقى ايه بنفس القصه، الريجولر هيكلف 50 لو اتعمل في البيريد بتاعته، الريجولر هيتعمل 50 والريجولر هيتعمل 50 والريجولر هيتعمل 50 والريجولر هنا هيتعمل 50 وال 54 بتاعت الاوفر تايم و 57 بتاعت السب كونتراكت. نيجي بقى هنا لو قعد بيريد هيضيف عليها 6 عشان الهولدنج، لو هنا هيضيف 12 هنا هيضيف 18 هنا برضو هيبقى عنده الهولدنج بستة، يعني هيضيف 6 على 54 تبقى 60 66 وبعدين 72 و 57 هضيف عليها 6 بتبقى 63 وهنا 69 وهنا 75 وهنا كمان هو موجود في عندنا واحدة زيادة وهكذا. يعني يقدر يكمل التابلو بالكوست بتاعه زي ما عاوز. وهنا بقى كتب ان هو الاحتياجات بتاعته هنا 5000 اهي وهنا 10000 وهنا 11000 وهنا 7500 وهنا 5000 والافيلبل زي ما احنا شايفين اهم جمعناهم. لو جمعنا دول قلت لي 63000 ولا 66000 ولو جمعنا دول لقيناهم بيعملوا 15 26 33 38500 يعني اللي عندنا هنا اكبر. طب احنا ممكن نحط هنا دامي لان في بعضهم مش هيستخدم، ممكن نحط دامي اذا حبينا هنا دامي كود هيبقى بصفار. تعالوا بقى ايه الجزء بقى فيها باك اوردر ما فيهاش باك اوردر، يبقى اذا الجزء اللي على الشمال ده مش هيخش معانا في الحسابات فشطبناها عشان تبقى واضحه.
التاني مش هطلعهوش لانه ممكن يكون فيه باك اوردر. وبعدين خلينا مش عارف ليه نزل ليه هو هنا ما جابش سيرة انه عنده انفنتوري خالص، فهنا حط اول واحدة مش عارف ايه اللي نزلها كده. امال ايه بقى؟ احنا متوسطنا اهي. ايه؟ لا مش متوسطنا. تعالوا نشوف هو عمل ايه بقى. بيريد الاولانية كان في عرض فيها 5000 اهو. هم تحت دول. حط 5000. من 9000 عنده كتير قوي لسه. هل يستخدم بقى الكتير دول ويقول لك طب ما نشتغل هنا 9000 وادي من 9000 البعديه؟ لا لا لا، احنا ما عندناش باك اوردر، ما عندناش حاجات دي. فاذا هو هينتقل للي بعديه. الثانيه عاوز هنا 10000، هنا عاوز 10000 اهو، وهو عنده هنا ريجلر 9000. وبيقدر ما ياخد من الغالي اللي بعديه ده كله، ده غالي جدا بالنسبة له، هياخد من أرخص حاجة بعديه اللي هي 7 54 ألف، هياخد منهم 1000. خلاص هو ما خدش حاجة من الريجولر كاباسيتي، دخل على اللي بعديها عنده ريجولر 9000، هو عاوز 11000، هياخد 9000 وأرخص حاجة بعديها إنه ياخد 54 وياخد 57. ويبقى كمل اللي هو عاوزه كده هو. ثم بعد كده عنده الريجلر ب 9000، هو عاوز 7500، هيديله 7500 على طول. وهنا عنده 5000 عاوزهم، هيحط ال 5000. خلاص كده المسألة خلصت، وقدامنا التابلو اللي قدامنا ده 99% اوبتيمال. يعني اذا الاوبتيماليتي جت بيكوز اوف الافيلبل اكتر بكتير في الريجولر بالذات، اكتر بكتير من الايه؟ من الريكوايرد. لو بقى كانت مزنوقه زي اللي قبليها كنت هضطر اشتغل في الاوفر تايم واشتغل في السب كونتراكت وفي الحاجات الثانيه، هتبقى اصعب شويه، لكن دي غالبا دي اوبتيمال. اوكي. طب دكتور، هو ليه الرول الاولاني مش المفروض الرول الاولاني مثلا يكون متقفل كله؟ يعني انا حطيت 5000 متبقي 4000 المفروض في الرول الاولاني. وانا لو انتجت 4000 دول في البيريد الاولانيه واستخدمتهم في البيريد الثانيه هستخدمهم ب 56 دولار، يعني هيبقى تكلفتهم هنا هاخد 5000 واخد من بقيتهم هنا 4000 زي ما انت عاوز اهو. 4000 زيرو 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 كان هيبقى تكلفة 4000 في 56 أرخص، ولا ال 4000 في 50 أرخص؟ أكيد 4000 في 50 مش كده؟ يبقى خلاص، يبقى مفيش داعي بقى. وعنده أوفر كاباسيتي الحتة دي، عنده ضاع عليه كاباسيتي. يعني هو المفروض كده لما نيجي نحسب إذا كان عنده بيشتغل أندر كاباسيتي ليه بيلنتي، ممكن نديله بيلنتي بتاع الأندر كاباسيتي زي ما بديله في الاوفر كاباسيتي اللي هي الاوفر تايم، ما زي ما بديله ايه تكاليف، ممكن اديله تكاليف عن يشتغل اندر كاباسيتي. بس ده مصنع ببحبح يعني. في الثانيه غصب عني ان انا يعني انا كان ممكن اقول طيب ما اخد بس 1000 من اللي فوق من ال 9000، اخد من 9000 دي اخد 1000 بس للبيريد الثانيه، لان يعني البيريد الثانيه واضح قدامي ان هي ممكن 9000 يكفوا هنا، زائد عاوز 1000 لانه عاوز ايه 10000. فكنت ممكن اخد بس هنا ال 1000 دي هتتكلف كام؟ 56، مع ان ال 1000 دي هتتكلف 54. فاذا انا هاخدها من الاوفر تايم بتاع البيريد الثانيه، ما اخدهاش من الاوفر تايم بتاع البيريد الاولانيه. تمام. اوكي ماشي. طيب في حد عنده أسئلة تاني؟
ده السولوشن بتاعنا بقى لما نحسب الايه البرنامج ده عمل ايه، ده اسمه بقى برودكشن بروجرام. 5000 10000 11000 ده الديماند اللي موجود، وده الريجولر برودكشن عنده 5000 9000 9000 7500 وده 5000، بيكلف الواحده 50. ادي طلعت دي تكلفه المانيفاكتشرنج الريجولر، ثم الاوفر تايم طلع عندي مرتين، مره ب 54000 مره ب 97 اللي هو ال 1000 وال 1800، والسب كونتراكت كلفني 11400، واند اوف انفنتوري بيريد ما عنديش بنتج. بنتج على الاد يعني ما بنتجش اكتر، اللي هو يسموه بقى في الحاله دي بول سيستم، بنتج على الاد المطلوب ما بعملش بوش. لو بوش كنت انا انتجت الاباقيب دي وخزنتها عندي لما حد يطلبها اديله منها. هل دي كانت تبقى ميزه؟ ساعات بتبقى ميزه وساعات ما بتبقاش ميزه. هنشوف دلوقتي دي ميزه ولا مش ميزه. طيب اديني عرفنا ايه الكاباسيتي، الاجريجيت كاباسيتي بلاننج بتتعمل ازاي. هنعمل دلوقتي ديس اجريجيشن للايه للكاباسيتي الموجوده. For the production plan to be translated into meaningful terms، لغايه دلوقتي هو ملوش معنى. يعني هو الراجل دلوقتي هيعمل ابائيب دي وبالابدا هيحتاج كم سكينه من تحت وكم مسمار وكم سطات هيركبه وكم كاوتشه للستوب وكم كاوتشه وكم بتاع ده لسان علشان نقفل بيه وكم مش عارف ايه عشان ايه. يعني هو كده ما عملش حاجة. وبعدين بقى خلي بالك الابعيب دي مقاسات، عاوز اني مقاس، عاوز المقاس الكبير ولا المقاس الصغير ولا بتاع. فهنا هو عمل حاجة ايه اجريجت على بعضيها، هو عاوز 10000. فاصبحت البيانات اللي موجودة دي meaningful ولا لا؟ طبعا مش meaningful لما لا تعني اي شيء للتخطيط. عاوزين نخليها ليها معنى فهنعمل disaggregation. ف into meaningful terms of production it is necessary to disaggregate the plan. This means هتعمل break down للaggregate plan لspecific requirements. هتقول دي عاوزة كم عامل، وعاوز خامات قد ايه، وعاوز انفنتوري يكون عندي قد ايه، كل بير من البيرز الموجودين. لو انا حطيت الحاجات دي الاحتياجات بتاعتي مع ان الليبر كمان في توصيف، عاوز السكيلز بتاعته شكلها ايه، وعاوز السايز بتاعه اوف ورك فورس قد ايه، 5 6 من كم واحد من السكيلز دي، انا من السكيلز دي وانا من السكيلز دي. طبعا السكيلز دي مش لازم تكون من نفس الكاتيجوري، يعني ممكن يكون عندي سكيلز بتاع واحد بيشتغل في حاجات الكترونيك وبيجمع حاجه، مثلا بيجمع راديو بيحط فيه حاجات الكترونيك جواها، وعندي في نفس الوقت واحد بيعمل الكيسنج براني البلاستيك، ده دي سكيلز وده دي سكيلز مختلفه. فانت هتحدد كم واحد من كل صنعه والسكيلز بتاعته يقدر يشوف، واحد مش قادر يشوف يعني شغلانه يعني، ولا واحد نظره قوي ولا حاجه مش عاوز نظر قوي ولا حاجه، دي اوتوماتيك كنترول يعني زي ما يكون بقى هو يبتدي يفكر في التفاصيل. ف to put the aggregate production plan into operation one must convert the decompose او decompose the aggregate to actual product services او services that are to be produced or offered. فنعمل بقى الاتي، نشوف كده اكزامبل كده عشان نفهم مطلوب ايه. For example television manufacturer may have an aggregate plan that calls for عاوز 200 تلفزيون في يناير، وعاوز 300 تلفزيون في فبراير، وعاوز 400 تلفزيون في مارس.
طبعا هو مش عارف بقى عاوزه كام انش. ما احنا بنروح المحل نشتري تلفزيون بيبقى حاطط عارض قدامنا ال 54 بوصه وال 40 بوصه وال 10 بوصه وال 15 بوصه، تقعد تزغلل بالحاجات اللي موجوده دي وتقول انا عاوز بقى ايه الاوضه قد ايه عندي، طب هقعد على مسافه قد ايه. فواحد هيبقى عاوز مثلا هيحط على السرير يحط على رجليه التلفزيون يبقى عاوزه بوصه، واحد هيشوفه على بعد 5 6 متر يبقى عاوزه مثلا 40 بوصه، على 10 متر عاوزه 2 4، يعني على حسب الطبيعي هيبقى شكله ايه. This company produces مقاسات 21 و26 و29 انش تلفزيونز، ذيرفور ال 200 و300 و400 اجريجيتس تي في لازم تو اجريجيت ديس اجريجيتد، ده اجريجيت ده الكلام بتاعنا. That are to be produced during these 3 months must be translated into specific number of TVs of each type prior to actually قبل ما تبتدي تشتري material، قبل ما تشتري parts، قبل ما حط schedule، قبل ما تتحدد operations، قبل ما تعمل planning inventory requirements، قبل ما تعمل حاجة خالص لازم تفك دولة اللي فوق الى المقاسات المختلفه. موافقين ولا مش موافقين؟ لازم كده. The result of this aggregated aggregate plan، لما نعمل aggregate plan disaggregation هيطلع لي حاجه اسمها master schedule. master schedule، master schedule ده مش هو الماستر برودكشن سكيدجول، لا ده الماستر برودكشن سكيدجول هو one of the schedules. أما لو كنت عشان أقول أنا هنتج إيه إمتى ده اسمه ماستر برودكشن سكيدجول، لكن هقول هشتري إيه إمتى بقى ده سكيدجول بتاع بيرسيسنج، هجيب خامات إيه بتاع إيه واشتريها إزاي وإمتى، بدل ما نسميها كده بيرسيسنج ومش بيرسيسنج هنسميها ماتيريال ريكويرمنت بلاننج. يبقى إيه ده يطلع منه ماستر برودكشن سكيدجول، الماستر بلان ده او الماستر سكيدجول هيطلع منه ماستر برودكشن سكيدجول، هيطلع منه كمان الام ار بي اللي هي الماتيريال ريكويرمنت بلاننج اند سو اون، هيطلع منه حاجات كتير. فده الماستر سكيدجول شوينج كوانتيتي اند تايمينج كوانتي كميه اوف سبيسيفيك اند ايتم فور سكيدجول هورايزن ويتش اوفن كفرز اباوت 6 تو 8 ويكس. طيب The master schedule shows the planned outputs for individual products. يعني خلي بالك من النقطة دي، هو هيديني الـ output. فلما يجي يقول أنا عندي production periods of P1 أو 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 وإنه ده البلان بتاع production schedule في الأسبوع أو في البيريود السادسة، دي معناها انه خلي بالك من النقطة دي مهمة جدا، معناها انه في البيريود السادسة دي استلم المنتج مش اصنع المنتج، ده هو هيتصنع باكورد شوف هيبتدي امتى. فاذا في الماستر سكيدجول هيبين لك الاند برودكت بتاعك هيبقى موجود امتى فيزيكالي ان اوردر تو ماركت. فلسه احنا هنعمل بعد كده ايه بلاننج تاني عشان نرجع بالظهر ونشوف هنبتدي امتى وهنجيب ماتيريال امتى وايه علاقه الماتيريال بالبرودكشن وعندي ايه في المخازن وهطلع ايه من المخازن عشان ادخل ايه. شغلانه حدوته يعني، ارجو ان احنا نلحق نقولها السنه دي يعني. The master schedule shows the planned output for individual products rather than entire product group. خلاص خلصنا من الجروب بتاع لكل واحدة، كل واحدة منهم. وذي تايمينج اوف برودكشن it should be noted that whereas the aggregate plan covers the interval of say 12 months، ده الاجريجيت بلان اللي احنا عملناه زي ما كنا شايفين كده بناخد يناير وفبراير ومارس وابريل لغاية ديسمبر، ده هيبقى كفر بارت منها 3 اشهر 4 اشهر 5 اشهر ما بيبقاش كل المده.
ليه؟ لانه بعد الثلاث اشهر والاربع اشهر انسرتينتي عاليه. انا في يمكن بكره وبعده الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعده مش عارف ايه، ممكن اكون سيرتن الى حد كبير ان ده المبيعات بتاعتي، لكن راحوا طلعت كورونا وقالوا لا اعملوا حظر تجوال وعودوا في بيوتكم، يبقى كل الكلام اللي بقوله ده كان هيبقى تهجيس بعد ايه، بعد فتره صغيره. فكل ما اكون الشورت بيريد بتاعت البلانينج كل ما اكون في السيرتينتي بتاعتي اعلى. The master schedule contains important information عن الماركتينج، هعمل ماركتينج امتى، وعن البرودكشن. When to order reviews when orders are scheduled for production، هطلع order، و when completed orders are to be shipped. تعالى كده نتخيل حاجة وهمية يعني إلى حد ما. دلوقتي المصنع هيعمل حاجات كتيرة، يعني بيعمل مثلا تلفزيونات ومش عارف إيه، حتى يعمل جروب تلفزيونات وجروب بتاع فاميلي تانية بتاعت موبايلات فاميلي تالتة مش عارف، عنده كمية ماتيريالز كتيرة. والراجل اللي قاعد في المخزن ده هيصرف لده ويصرف لده ويصرف لده ويصرف للديبارتمنت دي ويصرف للورشه دي ويصرف. هل هو الراجل ده عارف مين بيستخدم ايه؟ ما عارفش. عنده ماتيريالز ليها كود وفي ارقام كميات موجوده، وهو عارف انه المفروض يكون عنده كميات قد ايه، وبالتالي لما يجي له حد عاوز يصرف بيصرف. طيب احنا قلنا ان في الديبارتمنت بتاعه البلانينج بيبقى في حاجه اسمها بلانينج اوفيس او الاوردر ديسباتشينج اوفيس. ايه الاوردر ديسباتشينج اوفيس ده؟ اوفيس بيبقى متخصص في ان هو يطلع اوامر الشغل وكل حاجه، فبيطلع مثلا البرودكشن اوردر، وبيطلع المانيفاكتشرنج اوردر، وبيطلع الانسبكشن اوردر، وبيطلع الماتيريال ايشي اوردر، وبيطلع الماتيريال بيرشيس اوردر، وبيطلع الماتيريال ريكوزيشن اوردر، وبيطلع التول اوردرز، وبيطلع كل حاجه، وبيطلعهم باتشز كبيره، كميه ورق. خلينا نتصور انها ورق تطلع كميه كبيره قوي. فراح للراجل بتاع المخزن ده كميه ورق عباره عن نماذج، اصرف لي الجهة الفلانية الكمية أو الفلانية في التاريخ الفلاني. هو هيصرف له، هيصرف له بارتس، هيصرف له ماتيريال سبلايز، يصرف له زي ما يصرف. مين اللي قال يصرف له؟ بتوع البلانينج. طب والراجل اللي قاعد في الورشة دون يلاقي حاجة طبت عليه من السماء كده كميات من الخامات جاية، ما هوش عارف الكميات دي بتاعت ايه؟ لا، هو لازم يجي له برضو ايه الاوردرز بتاعته اللي هو هيشتغلها خلال الفترة القادمة، ويعمل ماتشنج ما بين اوردرز دي وما بين الماتيريال اللي جاياله. فعملية مش سهلة. طب الراجل ده اول ما يجيله بتاع المخزن، اول ما يجيله الاوردرز دي يصرفها؟ لا طبعا، هو بيبتدي ياخد النماذج اللي موجودة دي ويشوف فيها معاد الصرف، ويرتب الورق ده كرونيكالي ورا بعضيه، يعني اللي هيصرف بكره اللي يصرف بعده اللي يصرف بعد بعده وان سو اون، وما يطلعهاش الا في الميعاد. ما يطلعش الماتيريال دي ينقلها للورشه الا في الميعاد. طلع بقى الماتيريال في الميعاد وراح وداها لورشه من الورش، قال له دي جايه دلوقتي ليه؟ ده انا الشغل اللي عندي لسه ما خلصش ومش محتاجها دلوقتي. رجعها، مش هيقدر يرجعها، مش هدخلها مخزن تاني. دخلها المخزن تاني معناها في اجراءات مخزنيه هتدل على انه في عمليه شراء تمت من جديد وفي حاجات اتصرفت، مش هيقدر يعمل. فبيعملوا في المصانع الساتش كنترولر، او يسموه الموفمان مع الجماعه الانجليز. ايه الموفمان ده؟ شغلته ايه؟ انه يبقى معاه نسخه من اوامر الصرف بتاعه المخازن، واوامر التشغيل بتاعه الخطوط الانتاج، واوامر مش عارف الترحيل بتاعه المواد والخامات، واوامر حركه مش عارف، معاه كل الحاجات دي.
وينزل يشوف على أرض الواقع هل هو خلص الشغلانة اللي قبليه عشان نزله الشغلانة الجديدة ولا لأ. لو كان خلص يروح يقول له عندك أنت أمر صرف بكذا بتاريخ كذا اصرفه، غير كده والتاني مش هيصرف لما يجي له من موفمان إيه أمر، عملية هتبقى تلخبط. طبعا لما تبقى كمبيوترايزد ويبين له على الشاشة إن هو خلص الأوردر الأولاني فهو محتاج الأوردر التاني يقدر يصرف له، لكن لو فيزيكالي كان على أرض الواقع مخلصي ومش عاوز الماتيريال دي هتبقى عنده مشكلة كبيرة جدا. فإذا هنا بقى كنترولر هيبقى ليه دور كبير قوي، هاو تو كنترول البرودكشن اللي موجود ويشوف الديفيشنسيز اللي حصل فيه ويعوضها ازاي وحدوتها ايه طويلة. ما عندناش وقت بقى نتكلم في المواضيع دي، قلنا مهم قوي، لكن يعني ايه انتوا حظكم. ده كانوا بيقولوا لي دراسة آخر أسبوع، الدراسة بكرة أو يعني الأسبوع الجاي بيفكروا كده. طيب أوكي، when orders are scheduled for the production. حد عنده سؤال كده على الماشي؟ ما فيش. تعالوا نشوف بقى الإيه الكميات اللي مطلوبة. هو قال لك شهر يناير عنده 200، شهر فبراير عنده 300، شهر مارس عنده 400. ده الاجريجيت بلان بتاعي، ده التلفزيونات يعني المقاسات بتاعتي. فهنا بدأ بالاجريجيت بلان، هيعمل ديس اجريجيشن، هيحولهم الى 21 بوصة و26 بوصة و29 بوصة. هيبقى في يناير عاوز من 21 بوصة 100، ومن 26 75، وده 29 مجموعهم 200، وال 300 دول كانوا 100 150 50، وال 400 دول كانوا ايه 100 200 100. اذا حول الكلام ده الى ما يسمى الماستر سكيدجول، الماستر سكيدجول بيبين معاد التسليمات لكل ايتم او لكل منتج من المنتجات اللي بنتجها. خلاص هو لو عرف ان ده معاد التسليم هنعرف نشتغل ونجيب ونعمل كل حاجه. اوكي ده الماستر سكيدجول ديتيرمينز كوانتيتي نيدد تو ميت ديماند، يعني قصاد الديماند بس. بس هو اصلا المنتج ده ما هوش سنجل ايتم، يعني هو المنتج اللي احنا شايفينه قدامنا ده في 2000 3000 ايتم. فانت عاوز تشوف ال 3000 ايتم بتوع دول ولا ال 3000 ايتم بتوع دول ولا ال 3000 ايتم بتوع دول، الكميات بتاعتها ايه، وبعدين تكون موجوده امتى بقى. يعني اذا كان ده المنتج هيكون موجود في يناير يبقى انا ابتدي انتجه من ايه، من اكتوبر اللي فات مثلا، او من شهر 6 اللي فات ولا ايه. فامتى دي وتاخد مني توريد قد ايه لما اشتريها، واطلعها من المخزن تاخد مني وقت قد ايه. حدوته طويله لسه الاول، بس احنا بس نعرف الاند برودكت دون، الاند برودكت ده اند برودكت، ده اند برودكت وده اند برودكت. ما هوش كومبوننتس، ما هوش لا كومبوننتس ولا ماتيريالز، ده اند برودكت فقط لا غير. نشوف هنعمل فيه ايه. فده مقابل الماركت، هو اللي عاوز 200 وعاوز 100 وبتاع. انترفيس وذ ماركتنج interfaces also with the capacity plan، لأن حسبت لك الكاباسيتي المطلوبة، وانترفيسز أصلا مع البرودكشن بلاننج اللي موجود، والديستريبيوشن بلان اللي هي الموزعين والتروسيكلات اللي هتودي البضاعة واللوالي اللي هتودي مش عارف ايه وهكذا. ففي واحد بقى اسمه ماستر سكيدولر، ده الراجل اللي هو واقف على الحته دي، ده evaluates impact of new orders، يعني ترى اوردر جديده هنقدر نغرسها، نقدر نعملها ما نقدرش نعملها. فالسكيدولر هو اللي يقول الكلام ده، وبروفايز delivery dates for orders، ويقول لك بقى delivery date الحقيقي بتاعه هيبقى مثلا اول الشهر اخر الشهر and so on. لان البيريد اللي احنا بنتكلم عليها دي still هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بيريد بحالها، ممكن تكون اسبوع ممكن تكون شهر، فالموضوع لسه واسع تحتيها. وديز وذ بروبلم ساتش از برودكشن ديليز، هتأخر الانتاج،
revising in master schedule, insufficient capacity, مكان تعطل اللي يسموها الريسك مانجمنت في هذه الحاله، هيتعطل هيعمل ايه، هياخد تصريح قد ايه، هيجيب مكنه ثانيه بدلها، هيشتغل اوفر تايم بعد كده، او هيشتغل سب كونتراكت، فيبتدي السكادول دون يعيد النظر. عندنا حاجتين بقى بعد كده بعد الماستر ايه سكادول، عندنا ماستر برودكشن سكادول. تعال نروح فين؟ ماستر برودكشن سكادول ام بي اس، مهم قوي قوي انك تبقى عارف ان بي ام بي اس دي، وراف كات كاباسيتي بلان اللي هو ار سي سي بي. ايه الماستر برودكشن سكادول؟ اللي فات ده مواعيد تسليمات، يعني اللي بتاع الماركتينج هيبقوا عندك ال 200 تلفزيون ده في التاريخ ده. طب بتاع الانتاج؟ لا ده عنده سب اسامبليز وعنده كومبوننتس وعنده ماتيريال تصنع وكلام من ده، ده موضوع مختلف، ده هيبتدي يعمل له ايه برنامج ثاني خالص. فالام بي اس انديكيتس ذا كوانتيتي اند تايمينج اوف بلان برودكشن، هيقول له بقى يبقى الجزء الفلاني هيبقى او المنتج الفلاني هيبقى في المواعيد دي، تيك انتو اكاونت ديزاير ديليفري كوانتيتي التايمينج والانفنتوري، عندي قد ايه مخزون هروح اصنع قد ايه واللي مطلوب عندي قد ايه. الرف كات كاباسيتي بلان ده مهم لان احنا لازم نعرف هل ديورينج البيريود دي الكاباسيتي اللي موجوده مكفيه ولا مش مكفيه. It involves testing the feasibility. لو مكفيه هتبقى feasible، لو مش مكفيه مش مكفيه هتبقى infeasible. Of a proposed master relative to available capacity. عندي available زي ما قلنا قبل كده، عندنا nominal ونورمال مش عارف ايه وavailable والماكسيمم والحاجات اللي زي دي، وهل دي feasible ولا مش feasible. والتانية انها relative available ولا مش available. This means checking the capacities of production warehouse facilities labor vendors to ensure that دي كلها capacities موجودة to ensure that no gross deficiencies exist. مش معناه ان مفيش deficiencies، هيبقى فيه بس يعني مش مؤثرة كتير. That will render the master schedule unworkable. خلي ده unworkable. فإذا أنا عندي الماستر schedule بيحتاج إلى مجموعة input، مجموعة الانبوت الموجودة دي اللي هي beginning inventory بتاع الفترة اللي هبتدي فيها ال planning، ثم ال forecast ال demand المطلوب قد إيه، ثم ال customer orders. إحنا عندنا بقى ممكن بدل الفوركاست ده هيبقى عندنا حاجتين. الفوركاست ده متوقع، متوقع، لكن في اكتوال. الاكتوال ده عارفه منين؟ انا جالي واحد قال لي انا عاوز 100 تلفزيون 26 بوصة. اقول له حاضر عيني، هتجهزهم لي امتى؟ لو ما قلتلوش اديني عربون يبقى مش هجهزه. فانا لازم الاول اربطه. اربطه دي معناه يسموها ده انا جالي اوردر، بس الاوردر ده كونفيرمد. يعني ايه كونفيرمد؟ خلاص اخدت كل الضمانات، اذا انا اشتغلته هاخد فلوسه. لكن ممكن يكون الاوردر ده ان كونفيرمد، يعني وعدوني وعد بالايه؟ بان هم ياخدوه. طب اذا كان انا موعود ان هم ياخدوه وانتكت وطلع لي كميه زياده، الكميه الزياده دي تبقى كميه معروضه خلاص، يعني محدش اخدها فممكن تبقى معروضه للبيع. فاذا انا ممكن لو انا بشتغل والكميات اللي هي مطلوبه actually confirmed orders كانت اقل من اللي انا انتكته، يبقى انا عندي كميات ممكن تكون مطروحه في السوق للايه للبيع. وعندي كاستمر اوردرز اللي هي دي كونفيرمد اوردر، عندي الفوركاست ان هو انا هشتغل عندي كام حته في الفيريد الواحد. الاوتبوت بتاعنا هيبقى شويه حاجات اللي هي بروجكتد انفنتوري، هيبقى عندي انفنتوري شكله ايه، والماستر برودكشن سكادول والانكومبيتد انفنتوري. الماستر
الانفوس اللي بيجي انفنتوري هو ايه، والفوركاست هو ايه، كاستمر اوردر ويتش ار كوانتيتيز اوريدي كوميتد تو كاستمرز، الاوتو بروجكتد انفنتوري وبرودكشن ريكويرمنتس وريزلتنج ان كوميتد انفنتوري يسموه اي تي بي اللي هي ايه افيلبل تو بروميس. هنشوف هيجي له افيلبل تو بروميس نتيجه ان هو ايه يقدر يكون عنده زياده موجوده فهي كان بروميس الكميات دي. طب هناخد اكزامبل نشتغل عليه. A company that makes industrial pumps wants to prepare a master production schedule for June and July. أشوف عمل هنا الـ master production schedule ليونيو يوليو بس، مع أنه ممكن يكون عمل الـ aggregate plan لعشر شهور 12 شهر قدام. Marketing has forecasted demand 120 pump خلال الشهر الأولاني جون و 160 بامب خلال جولاي. طيب احنا لو قلنا عندنا اربع اسابيع في جون واربع اسابيع في جولاي وكنت شغال ستيدي ستيت يعني شغال ريجولار برودكشن بري ثابت، كان ال 120 على 4 كان هيديني 30 بامب بير ويك، وكان هيديني في ال 160 على 4 40 بامب بير ويك. ال 30 وال 40 دول لا اتباعوا ولا حاجه خالص، ما لهمش لسه لا زبون ولا حاجه. ممكن يكون كونفيرم منهم 15 في الاسبوع الاولاني و8 في الاسبوع الثاني و20 في الاسبوع التاني. ممكن يكون في منهم حاجات زي كده، لكن عندنا هنا هيبقى نتيجه وجود عدم وجود او في وجود فروق ما بين اللي انا ممكن انتجه والتاني، ممكن يبقى ده اللي هي سميناها available to promise، تبقى عندنا uncommitted inventory يعني inventory ممكن يكون موجود من غير ما يكون committed لأي بني آدم، وده يبقى يسموه الـ ATP يعني available to promise. طب نكمل. Now support that are currently 64 pump in inventory، يعني ده الـ opening inventory on hand 64، يبقى ده beginning inventory 64 pump. 64 pump أني مقاس مش عارف، يعني ممكن يكون أي مقاس. And that there are customer orders that have been committed for the first 5 weeks. عندنا الخمس أسابيع الأولانيين عندنا confirmed orders، سماها هنا committed وساعات نسميها confirmed. وإن الديماند اللي موجود فيهم كان 33 20 10 4 2، ده الخمسه الاولين. The following figures see next slide اللي هنشوفه show the three primary inputs to the master schedule process اللي هم ثلاث حاجات in beginning inventory وفي الفكاست والكاستمر اوردرز. ده اي master production schedule يحتاج انك تعرف الثلاثه دول. This information is necessary to determine the three quantities اللي هي تبقى projected on hand inventory and master production schedule MPS with uncommitted inventory اللي هو ATP available to A. هنعمل ايه بقى؟ الماستر سكادجول، ماستر سكادجول بس مش ماستر برودكشن سكادجول، هو عبارة عن 30 في الجون او جون هي الجزء الاولاني في الويك اللي عملوا لي 120 ودول اللي عملوا لي 160 في جولاي. هنتج هنا اسبوعيا 30 وهنا انتج 40. الكونفيرمد اوردرز موجوده عندي اللي هي كوميتد موجودين هم الخمس اسابيع الاولين فقط لا غير، والباقي لسه ما عنديش حاجه. طيب البروجكتد اون هاند انفنتوري هيبقى 64 ناقص ال 33 اديني واحد وايه
و واحد وثلاثين، 33 64 ناقص 33 دي 31. وبعدين أنا بدأت الفترة اللي بعديها الكوميت اللي موجود عندي 20 فقط لا غير، يبقى ال 31 اللي فضلوا دول ممكن يكون أكتر من المطلوبين، لكن هو على ال projected inventory on hand inventory بيفترض ان هو انتج اللي هو البلان بتاعته اللي هي الديماند اللي موجود. فاذا عنده 31 هيروح منهم 30 هيفضل له واحد، الواحد هنا هو ندون هيبقى عندي 31 عندي 30 مطلوبين منهم موجود inventory 29 بتاع ده واحد، يبقى فاضل لي هنا كام؟ 29. طيب يعني هنا كده يبقى ده الفوركاست ان is larger than the customer order في الثلاثة ويكس الاولانيين، يعني المتوقع هنا هو مجموع دول 90 اكبر من الانفنتوري اللي موجود عندي اللي هو ال 64 البداية الموجود، وال 31 the customer order are larger than the forecast in week 1. تعالوا نشوف بقى هنعمل ماستر برودكشن سكادل ازاي. ادي 8 ويكس اللي موجودين عندي اللي هم الشهرين، الانفنتوري فروم بريفيوس ويك، احنا بدانا باوبننج انفنتوري 64 الريكويرمنتس 33، يبقى النت انفنتوري اللي هيبقى موجود هيبقى 31. يبقى البروجكتد انفنتوري هو 31، ده اللي انا عندي لا ممكن تو بروميس بيه. تاني شهر بدات بال 31 اللي هو انتهيت بيهم الشهر الاولاني، والريكويرمنت كانت 30 اصبح عندي 1 يونت مخزون، واصبح هنا 1 يونت مخزون. ال 1 يونت مخزون اللي موجود ومطلوب 30، اذا ناقصني هنا 29. قوم انتج وقال لي الانتاج بتاعي بيتم على دفعات، كل دفعه لوت سايز بتاعها 70 بامب، يعني اول ما نزل اوردر الاوردر ده بيبقى ب 70 بامب. انا هنا بقى محتاج ان انا اغطي الريكوايرد، فهروح عامل اوردر ب 70، هيبقى عندي فاضل قد ايه؟ انتجت 70 وانا ناقصني 29، يبقى فاضل لي هنا بروجكتد انفنتوري طلع 41، هيرجع ل 41 بيجيننج، هاخد منهم ال 30 هيتفضل لي 11 لغايه دلوقتي مش عاوز انتج، وبعدين ال 11 دول هيبقوا بروميست، وبعدين اجي هنا اخد ال 11 عاوز 40 نقصت 29 تاني، اروح عامل اوردر واللي يفضل لي 41 هترجع تاني 41 موجوده، ده كل ده بروجكتد. هنا يبقى عندنا الريكويرمنت 40، هيبقى عندي واحد انفنتوري فستيل انا بوزيتيف، وبعدين الواحد الانفنتوري دون على ال 40 الريكوايرد فاضل عندي 39، ال 39 دول هيبقى ده بالنيجاتيف، هروح عامل اوردر ب 70 هيتفضل لي 31، ال 31 مش هيكفوا يغطوا ال 40 اللي مطلوبين، هيبقى عندي ناقص 9، هعمل اوردر واحد ب 70 يتفضل لي 61 وهكذا. اذا انا مش عندي انفنتوري هنا فانا خلاص هعمل مش هعمل، او عندي ريكويرمنت او هنتج على طول المده، لا ده الماستر برودكشن سكيلي ما تنتجش حاجه في الاسبوع الاولاني ولا في الاسبوع الثاني
ونزل لك اوردر في الاسبوع الثالث والرابع مش هتعمل حاجه، والخامس هنزل لك اوردر، وبعدين السادس مش هنزل لك اوردر، وبعدين اوردر 70 في 70. يبقى ده بقى هو ده الماستر برودكشن سكادجول. فاجي اعمل التيبل بتاعي، اقول ادي بيريد واحد، بيريد واحد، بيريد اثنين، بيريد ثلاثة، واكتب تحتيها 70 70 70. ما انتش عاوز تنتج 70، عاوز تنتج حاجة مختلفة، انت حر. بس هو هنا حاطط الباتش بتاعت الانتاج ب 70، ممكن تكون مرة ب 30، ممكن تكون ب 50، ممكن تكون اي حاجة. بس يعني ايه، احنا لو مشينا على كده يبقى ده الماستر برودكشن سكيل. يبقى انا حددت مواعيد الانتاج او مواعيد التسليمات بتاع او الميعاد اللي هنتج فيه، مش هنتج في الاولاني والثاني، هنتج في الثالث انصار. لما يجي نبص لها بقى من الناحيه دي، هي نفس الارقام 30 30 و 40. اذا ال 64 هيغطوا لي التو بيريز الاولانيين، هيفضل منهم 11، والتانيين دول هيبقى عندي ده 11 دي بقى available to promise، يعني عندي اسبوعين شغال وعندي available to promise لحد جاء اللي عاوز حدينه من 11، وارجع اعمل schedule تاني. في التاني انا عملت MPS هنا ب 70، فاصبح عندي 56 موجودين دول available to promise، ويفضل الحال على كده لغايه لما نوصل لنفس الايه الماستر برودكشن سكيدول اللي احنا عملناه. دكتور نعم، معلش، الكاستمر اوردر كوميتد ديت انا مش فاهم ايه علاقتها بالموضوع. انا فهمت الفوركاست وفهمت الام بي اس، لكن الكاستمر اوردر كوميتد وايه علاقه الافيلبل بروميس بال 20؟ مش فاهم. لا يعني انت دلوقتي عندك عندك الراجل بتاع الماركتينج قال لك انت هنبيع 120 في الشهر الاولاني وهنبيع 160 في الشهر الثاني، فانت حسبت الكاباسيتي بتاعتك عاوز تنتج قد ايه ريجولر، فلقيت 30 30 30 40 40 40. خلاص ممكن تغمض عينك سيادتك كده خالص وتروح نزل اوردر ب 30 30 30 30 40 40 40 40. يجي بقى جاب هو الاوردرز بتاعت البيع، فجاب اول اوردر ب 33 وعندك انفنتوري 64 قلت حدينه ما عنديش مشكله، وتاني اسبوع جاب 20 لسه ال 64 فاضل منهم 31 ما عنديش مشكله خالص. بس انت اصلا كنت مخطط على 30 30 30. انت بتعمل الخطه، خلي بالك ان كلمه خطه معناها expectation، ما هياش reality. فانت لازم تخطط. يعني انت لو خططت النهارده قلت انا هذاكر بكره مثلا operation management، وبعده هذاكر quality control، وبعده هذاكر مش عارف ايه، وبعده هاخد يومين اذاكر كذا، يبقى انت عملت لنفسك schedule. هل الschedule ده هو اللي اتحقق ولا في حاجة تانية اتحققت؟ ممكن اروح جاي كده في النص واقول لك والله بكرة خلي بالك عندك كويز، وانت وانا هقعد اذاكر الكويز ده وحسيب بقى ايه الكواليتي كنترول. فاذا انت بتعد ده على الاكتشوال اللي موجود على الاكتشوال، وبتلاحظ في الكنترولر اذا كان الكميات اللي موجودة عندك تكفي ولا ما تكفيش. فإذا كانت تكفي هتنتج، إذا ما كانتش ما تكفيش هتنتج، لو كانت تكفي مش هتنتج. فأنت حاطط البلان بتاعك 30 30 30 40 40 40 40، وده اللي اسمه الفوركاست. لقينا بقى الخمسة أوردرز اللي هم جايين لي في الخمس أسابيع الأولانيين أقل من المطلوب، يبقى أنا ممكن أنتج. خلي بالك بقى ممكن أنتج الفرق اللي موجود ده، وده تو بروميس الناس او افيلبل تو بروميس الناس ان هم ياخدوه. يعني انا كدني بعد الاسبوع الاولاني عندي 30 من فاضلين لي 11، فاضلين لي ال 11 دول ممكن تو بروميس الزبون انك انت ممكن تديها له، مش هو اللي اخد 33، فوق ال 33.
فانت بتشوف عندك بقى بعد ما حصل البيع او حصل الكونفرميشن على المبيعات، هل يا ترى الكونفرميشن ده ادى الى انه ممكن يكون عندك سيربلس اوف كاباسيتي، ممكن ترندر للزباين مور او تو بروميس الزباين مور ايتمز، ولا ما ينفعش؟ فانت عندك كاباسيتي 30 وما استخدمتهاش كلها، عندك كاباسيتي 30 في المره الثانيه ما استخدمتهاش كلها، فتحوشوا الاثنين دول عشان تدي للي بعديها اند سو اون. فانت بتعمل بلان وبعدين بتعمل ادابتيشن للي انت عاوزه، اللي يزيد لك في البلان يبقى دون افيلبل تو بروميس. مش هعرف اشرح لك اكتر من كده، فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ تمام. لا تمام يا دكتور، بس اخر سؤال، ليه طرحت ال 64 من مجموع الاثنين، ال 33 وال 20 مع بعض؟ ده اللي هيبقى ده الاكشوال. انت مش لو ما انتجتش 30 وال 30 يبقى ده الاكشوال انفنتوري اللي هيكون عندك في المخزن، 33 و 20 3 وايه و 50، 53 دول لو انت استخدمت دول يبقى عندك 53 من 64، فاضل لك 11 تقدر تستخدمهم في البيريد اللي بعديها، ال 11 اللي ظهرت لك هنا تحت. مش عاوز البتاع تطلع ال 11 دول يا تو بروميس انك تديها لحد تاني وانت عندك هيكفيك اللي بعده، ما فيش مشكله، ممكن تغطي احتياجاتك 30 وانت عندك 10 ما عندكش مشكله، او ممكن تستخدمه انك انت تدي هنا احتياجات للتاني. فلما جينا حسبنا لقينا ان احنا عاوزين 41 فانتجنا، ناقص هنا 29 فانتجنا 70، فضل عندك 56. 56 دول يا تديهم بروميس يا اما تستخدمهم مع البلان التاني. ما شاء الله بطنسينا زيادة بقى. طيب ايه بقى في ما بقى التايم فينسز في الام بي اس؟ تايم فينسز ديفايد سكيدولينج تايم هورايزن انتو 3 سيكشنز اور فيزز، some refer to frozen والتاني اسمه slushy والتالت اسمه liquid. لما ونقول لهم يا جماعة انتوا عاوزين نعرف انتوا عندكم الـ MPS ده طبيعته ايه، يقول لك احنا عندنا السنة كلها بننتج بنفس المعدل بصفة دائمة. طب لو حد جالك وقال لك والله اعمل لنا كمان ايه كام بامب كده، تعمل ايه؟ قال له هلعب انا المصرف الكاديو بتاعي فروزن يعني متجمد ما بغيروش. ده غالبا الشركة دي لا تقابل اي مشاكل. ليه؟ لانها ما بيجيلهاش كل شويه اوردر تاني، فتضطر انها تغير في السكادجول وتشتغل اوفر تايم وتشتغل اندر تايم، لا شغاله في الستيت ستيت بصفه عامه. فاذا انا لما بيكون عندي اوامر والاوامر دي كونفيرمد لمده 5 اسابيع او 3 اسابيع او اسبوعين وعارف انهم لن يتغيروا، وبالتالي هنسمي البيريد دي عباره عن فيز فروزن. السلاش ده ممكن يكون ما بين حاجة بقى سايبة كده قوي وحاجة ايه ممسوكة الى حد ما، يقول لك هرد عليك بكرة، يعني يبقى فيه امل في الموضوع. والليكويد ده لسه في علم الغيب، فيبقى الفروزن is near the near term phase that is so soon that delivery of a new order would be impossible. يعني ما تقوليش
انا عاوز انتج اي حاجه في البيريد دي or only possible using very costly or extraordinary options such as delaying another delivery. كان يجي يعملوا ايه بقى؟ دي بقى خاصه بالبرايورتي. يجوا مثلا في شركه المحله الكبرى يقول لك بتعمل بدل جاهزه، فخلاص هم عندهم البدل ليها خطه وهيطلعوا مقاسات قد كده والوان قد كده من القماش اللي بيعملوه وينزلوها السوق يعني بدل. يجي من رئاسه الجمهوريه يقول له احنا محتاجين دلوقتي ل 500 او 1000 بدله للفراشين في مجلس الوزراء، فراشين مجلس الوزراء. بس ده جاي منين؟ جاي من مجلس الوزراء، فهو لازم يديله برايورتي نمبر 1. ما يقدرش يقول له انا بقى الام بي اس بتاعي فروزن دلوقتي اعمل لك بعدين، يعني هو في كلمه بعدين دي ممكنه. فهو في الحاله دي يعني هيضطر ان هو يشيل حاجه كان اصلا واخده اولويه ويحط بدلها الحاجه اللي جات له سواء كانت اهميه ولا مش اهميه، لكن هو هيتحمل مسؤوليته انه يدفع بينالتي التاخير او ان هو يخسر الزبون او وات ايفر ايه، لانك عندك جات حاجه ايه فورس ماجور اللي بتحصل دي. فاذا هنا احنا ممكن الفروزن ده يبقى عندنا بيحل لنا مشاكل كتيره، واي واحد هيجي يطلب مني حاجه اقول له starting from the next phase don't ask for اي حاجه دلوقتي، احنا مشغولين. هو قال لك كده بالبلدي، مشغولين لغايه ديسمبر، بعد ديسمبر عينينا ليك، عينينا ليك دي في السلاش. يقول له طب ممكن في يناير، يقول له بس يعني يناير اصلا مش عارف ايه، دي از النكست فيز بعد الفروزن اند اتس تايم فنس از يوجوالي ا فيو بيريدز بيوند ذا فروزن فيز، يعني مثلا 3 بيريد 4 بيريد. اوردر انتري ان ذيس فيز نيسيسيتس تريد اوف، يعني في عندي حاجه هحطها مطرح حاجه وهخسر فيدي واكسب فيدي، يمكن يكون اكسب مندي اكتر من الثانيه، او ان انا اشترط عليه ان السعر بتاعي هيبقى مختلف لان انت يعني طلبتها في ميعاد يعني ايه كريتيكال شويه. الليكويد فيز دي يعني از ذا فارست اوت اون ذا تايم هورايزن، بعيده بقى. New orders or cancellation can be entered with ease. ممكن يبقى في ريميل بيسموع كده، يقول لك انه الدولة frozen firm or fixed وده slushy somewhat firm، وهنا بيبقى liquid open ان احنا نعمل تغييرات المطلوبة. ناخد مثال كده صغير عشان نبص برضو على القاعدة رف كفاسيف لان بتعمل ازاي. فلنفرض ان عندي مجموعة periods 1 2 3 4 5 6 7 8 period، وعندي منتجات ABC دي كلها end products، ما هياش components، ما هياش sub assembly، ده end product. عربية E120، عربية C500، عربية BMW مش عارف ايه، زي ما يكون على بعضيها. وكل بيريد ببقى عارف الميعاد اللي هسلم فيه العربيه دي. بس انا ما جيتش هنا قلت كل دول عربيات، لو قلت كل دول عربيات كان في هذه الحاله هتبقى اجريجيت بلان كده، وفصصتها للسي والاي والدي والاف والاتش والكلام دون، اصبحت دي ماستر برودكشن سكيدج. هنا بقى نجمع راسي، نقدر نقول ان في البيريد دي عندي 500 توتال. فاذا كان معدل الثروبوت ريت بتاع العربيات بطلع مثلا 50 عربيه في اليوم، يبقى ال 150 دول هياخدوا 3 ايام. يبقى هبتدي اخطط الثلاث ايام اللي قبليها، اكون مخطط لكل حاجه علشان ايه اركبهم ويبقى جاهزه للتسليم. عندي هنا 200 و100 ده عملت 800، ما اعرفش 800 طبعا هو في ارقام المفروض تبقى موجوده ان بتوين هنا يعني كده، وده عمل 800 زي هنا مثلا ايه ما اعرفش مين اللي كان 775.
انا بقى عندي الكاباسيتي قد ايه؟ لما جيت اعمل الحسبه دي انا عندي الكاباسيتي 700 per period. يبقى انا هنا I can produce وهنا I cannot لان انا less 100 وهنا طبعا I can. فاذا I can هنا اقدر اشتغل مع على payback period او ممكن ان ناخد ال 500 والفرق ال 200 دول واعملهم in advance واعملهم holding cost والسبعهم الستمية والكفر الستمية والمتين وخمسين والبيكفر باي السبعمية والسبعمية وخمسين عندنا deficiency خمسين ممكن تدور خمسين somewhere from beginning of that or we can do it as back order والربعمية وعشرين and so on. فجزء دون ده اللي هو totals اللي هو aggregate ده اللي هو يمثل aggregate الموجود وفي نفس الوقت من aggregate أنا أقدر أعرف منه رافق كات كاباسيتي بلان هل الكاباسيتي اللي موجوده ريجولرلي ممكن تغطي ولا وي نيد تو جو فور اوفر تايم واذر ايه بوليسيز ثانيه. بلاش دي بس هي واضح طبعا هنا دي فيها اجريجيت اهي لانه هو عنده منتجين جولدن اكس وعنده جولدن واي وده البرودكت ميكس بتاعهم سواء بالجالون ولا واتيفر ودي يعني دي بالبرميل وبالكيسز وشويه حسابات كده هو متعمل عشان اتنين مع بعض مش مهم دي مش يعني بس يعني احنا نلاحظ هنا حاجة مهمة انه ده الويكس اللي موجودة فده رجل اللي بيبقى عنده 2800 بنتجها في الويك وهنا بينتج 2600 في الويك وهنا بينتج 2600 في الويك يعني هو مثبت الانتاج في الويك في كل مانث من دولة. ساعات بقى بيكون الديماند عالي او انه اللي تشينج اوفر من واحده للتانية حاجه بقى يعني لازم ناخد بالنا منها تشينج اوفر من دي لدي هو عنده ادي المنتج الاولاني وادي المنتج التاني فهو عاوز ينتج في الاسبوع الاولاني 2600 من الجولدن اكس وعاوز ينتج 1200 من الجولدن واي ويرجع تاني ينتج 2800 بقى دي 800 من الجولدن اكس وما ينتج ان هو 1200 من جولدن واي يبقى كأنه في الاسبوع الواحد انتج الاكس والواي الاكس اللي فوق دي والواي اللي تحت. ايه خطورة بقى الموضوع ده؟ خطورة الموضوع ده انه في الاسبوع الواحد هيعمل تشينج اوفر من المنتج اكس فين البتاع بتروح هيعمل تشينج اوفر من منتج اكس للواي ثم يرجع في الاسبوع اللي بعده يعمل تشينج من واي للاكس وبعدين يعمل تشينج من الاكس للواي وبعدين يعمل تشينج من واي للاكس اند سو اون. تشينج اوفر ده معناه توقف المكن والالات واعاده الضبط وتغيير الخامات وتغيير مش عارف ايه تكلفه كتير جدا. فيجي يفكر في ايه بقى انه يعمل انتاج اسبوعين مش انتاج اسبوع واحد يعني يبقى عنده 5600 من الاكس النهارده ويبقى عنده 2400 من الواي الاسبوع اللي جاي ويبقى عنده عدد التشينج اوفر بدل ما كان واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة فاصبح ثلاثة بس فقط لا غير. فاذا هو هنا ممكن يتلاعب بالحتة دي طالما انه على نفس الخط بينتج الحاجات دي كلها. لو عمل كده ممكن يجيله شهر اسبوع من اسابيع في المنطقة دي
ويطلع له ان التوتال اللي عاوزه هنا من الاكس 10454. الا متذكره انه لا الكاباسيتي بتاعتنا اقل من كده، وبالتالي هو ما يقدرش في الاسبوع ال13 ينتج ده كل ده من اكس، فلازم الاكس ده يروح منه جزء على الاسبوع اللي بعده ويحل المشكله دي. مش باينه بس تحت، مش عارف ليه مش باينه، لكن هو هنا تحت هنا اول قسمها ال 10000 7000 وشويه، والثانيه شغل عليها ايه الاسبوع اللي بعده انسون. فاذا في تصرفات ممكن تتعمل في حجم الانتاج وعدد التشينج اوفرز اللي موجودين، وممكن المسائل الشات شات تتعمل باللينيا بروجرامينج برضو اوبتمايزيشن بصوره او باخرى كده. ده اوفرول بالنسبه للايه الموضوع. طبعا مش هحل لكم مسائل، بقى انتوا بتحلوا مسائل مع حد عنده اي سؤال في اللي فات؟ ولا انتوا روحتوا ولا ايه؟ فين الجماعه المتحمسين بتوع الاسئله؟ موجودين يا دكتور؟ موجودين؟ مفيش اسئله طيب يا جماعه؟ لا تمام يا دكتور. طيب ماشي. طيب احنا دلوقتي قدرنا نحدد الى حد كبير امتى المنتج مطلوب. كل منتج احنا الاول قلنا مجموعة الفاميلي بتاعت المنتجات دي كان مطلوبة امتى، عملنا ماستر سكادجول، ثم بعد كده عملنا بتاع الاجريجيت بلان، ثم بعد كده عملنا الماستر سكادجول، ثم دخلنا فيها البرودكشن على اساس انه بيشتغل بباتشز، وعرفنا امتى هيبقى فيه برودكشن. وكل ده بيعتمد على الانفنتوري. زي ما انتم شايفين الانفنتوري كان حلقه رهيبه جدا في النص موجوده في كل الحلقات، يعني انا عندي انفنتوري قد ايه، والانفنتوري ده هيكفيني مده قد ايه، والانفنتوري ده عمل لي ايه. الانفنتوري ده بيجعل الخارج من النظام الانتاجي اقل اعتمادا على معدلات اللي داخل. يعني طالما انا عندي خامات موجوده في المخازن، انا مش وارد ان يبقى الخامات دي مش موجوده في السوق، او ما اعرفش اجيبها، او تتاخر او ما تتاخرش، ما عنديش مشكله. يعني انت كده تصور مثلا الكونتينر فيسل ل ايفر جيفن دي، يعني اللي هي شحطت في القناة، دي عليها 18,000 كونتينر، كل كونتينر 40 قدم فوليوم، ممكن يكون جواه آلاف الأطنان. المركب دي شحطت وأخدوا 6 أيام وعوموها وسحبوها لبحيرة التمساح وقبضوا عليهم. الناس بقى اللي ليهم ايه ماتيريالز وكومبوننتس ومش عارف ايه، مصانع معتمدة على الخامات اللي موجودة دي، تعمل ايه؟ ده كده هم تعطلوا تماما، لان كانوا عاملين حسابهم ان اللاينر اللي هو بعت لهم الحاجات دي هيجي في الميعاد المتفق عليه، ولكن اللي حصل مختلف. او مركب مثلا شايله، دي حصلت مره زمان، مركب شايله مواسير
بتدخل في تصنيع الترانسفورمرز، المواسير دي بيمشي فيها زيت فبيعمل تبريد للترانسفورمرز، وهي ليها شكل مخصوص مش اي ماسوره، الكروس سكشن بتاعها اوفل. والمركب جايه من الهند وغرقت، والمصنع اللي هو كان اسمه جيماك ولا الماك وباين ولا حاجه زي كده توقف عن الانتاج. قال لهم ما تخافوش هنسحب المركب ونطلع البضاعه. سحبوا المركب والبضاعه وجابوها بعديها يمكن بسنه ونص ولا حاجه زي كده، ولكن كل المواسير كانت صدت. فاذا انت هنا بتاثر على الانتاج تماما. لو هو عنده بقى كميات موجوده في المخزن كان ممكن يستخدم الكميات دي فورا وما يتعطلش خطوط الانتاج. فبتوع الانتاج ودايما عاوزين يكون عندهم كميات كبيره من المواد، بس المواد دي بفلوس، فبيروحوا للجامعه بتوع الماليه يقول له انا عاوز ب 100 مليون جنيه خامات، يقول له جيب لك منين 100 مليون، يقول له لا ما احنا عندنا خامات ولازم نستخدمها في السنه وامن نفسي يكون عندي كل الخامات موجوده، يقول له طب ادي لك 10 جنيه كفايه وتتصرف فيها، يقول له انا عاوز 100 مليون بتاع، يقول له طب 11 جنيه طبعا انت عارف بتاع الماليه ده لازم يفاصل ولازم مش عارف ايه. فبيعملوا ايه بقى علشان يبقى عندهم يعني سبلاي للماتيريال بصفه دائمه؟ فبيعملوها مع الميزانيه الربع سنويه، يعني كل ربع سنه بيحسب عشان يبقى عنده فلوس، بيحسب الايرادات بتاعته والارباح ويبقى عنده فائض من الفلوس يقدر ان هو يمول بيها الفتره اللي بعديها. فكل فتره بتمول اللي بعديها، فكل ما تقل بقى الفتره دي بدل ما هي ربع سنويه تون سنويه هيكون احسن. لكن هي مشكله في ان احنا نوجد فلوس لشراء الخامات، راس المال بتبقى عالي جدا والتخزين الاخر بيبقى مكلف جدا. فهنا لازم نبتدي نتكلم على الماتيريالز. الماتيريالز هجيبها ازاي واوفرها امتى؟ واوفرها قبل حدوث الانتاج ازاي؟ فبنبدا بحاجه اسمها انفنتوري بوليسي. ايه الانفنتوري؟ تعريفه عباره عن ستوك موجود في الستورز او بضاعه موجوده في الستورز. كلمه انفنتوري ذات نفسها معناها جرد، لكن هو بيستخدموها الدارج بتاعها ان هي مخزون، كميه من المخزون موجوده جوه المخازن. المخازن بيبقى فيها ايتمز مختلفه، ممكن يكون فيها اند برودكت زي الاي اللي موجود قدامنا، والاي ده بيبقى معاملته تختلف عن الكومبوننتس اللي بتكونه. يعني اذا كانت دي مكونات عربيه مثلا فور اكزامبل، او مكونات مركب او مكونات صاروخ او مكونات بوتاجاز او وات ايفر هي ايه، ففي النهايه بتطلع في الاخر شاشه تلفزيون 21 او بتطلع شاشه تلفزيون 26 او بتطلع بوتاجاز 2 عين ولا بوتاجاز 4 عين ولا بوتاجاز 6 عين ولا بوتاجاز 180 سنتي ولا بوتاجاز 60 سنتي، يعني ايه زي ما يكون. لما اجي اطلب اشتري في فرق بين اشتري الاي او اشتري الكومبوننتس، لان الاي في الشراء بتاعها اندبندنت، اولا انا عاوز 10 بوتاجازات، لكن لو اشتريت سي او دي بتعتمد على بيدخل قد ايه من دي في سي، وسي بيدخل منها قد ايه في ايه، وعندي من المخزن من سي قد ايه، وعندي في المخزن من دي قد ايه، وعندي في المخزن من ايه قد ايه، وليها حسبه كده طويله عشان اعرف اجيب كام واحده من دي. فاذا الديماند هنا هو على المكونات is dependent على مين؟ على اخينا اللي فوق ده. لكن الاي ذات نفسها اندبندنت. اوكي، عندنا منتجات او عند
كوموديتيز، هذه كوموديتيز ممكن تكون في الديماند بتاعها او في الفوركاست بتاعها بيبقى اندبندنت. ما هنا دي يعني اي فوركاست او اي حسابات بتحسب فبناخد فيها الديبندنسي بتاعت البارتس على بعضيها، لان ده سب اسامبلي وده سب اسامبلي وليه مكونات وده ليه مكونات and so on. والشجره اللي احنا شايفينها دي ممكن تكون كبيره جدا، يعني فور اكزامبل لو هو الاكزامبل بتاع البامبس اللي احنا خدناه في الاول، البامب دي فيها 900 ايتم، فيها 900 ايتم ما بين مسامير وما بين صواميل وورد ومش عارف ايه وكيسينجز ومش كيسينجز، هتلاقي فيها 100,000 صنف داخل فيها يعني. وبعدين حتى الشجره دي بتبقى فيري ديب، يعني دي طالع منها ونازل وطالع منها ونازل، في فرق ما بين ان يكون تعمل كوبايه شاي اللي هي اللي فوق، وانك انت بتجيب المكونات بتاعت الشاي الفتله وبتجيب السكر وبتجيب الميه، ودي المكونات بتبقى دي فلات يعني سهله شويه الفلات لانها دايركتلي related للفاينل برودكت. لكن لو هي بقى اصلا بقى هتصنع الكيس بتاع الشاي، فاذا ده جواه شاي وجواه فتله وجواه قماشه ومش عارف ايه وبياخد يعني شغلانه تانية خالص، فاذا ده complicated case، ده يسموه complicated product او يسموه multi item product او يسموه independent product، واللي تحت دول كلهم يسموهم components او يسموهم dependent products، كل دي dependent products. الـ independent demand بيبقى uncertain والdependent demand is certain. dependent demand بتاعنا هيبقى certain يعني العكس دي، يعني ممكن اقول حبيع كم عربيه وواحد يقول لي 100 لا حبيع 120، لكن واصل اني عرفت انه 100 او 120 كل ده بقى اصبح سيرتن، عارف بالظبط كمياته المطلوبه قد ايه. طيب يعني عندنا دلوقتي ايه مالتي ايتم برودكت قلنا او اندبندنت برودكت، والتانيين بيبقوا كلهم ايه ديبندنت. الانفنتوري بوليسي بقى ممكن احنا to define it as any idle good material or assets carried on a hand by a company to be used in future with expenses associated with financing and maintaining inventories are substantial part of the cost of doing the business for many organizations. يعني كل حكاية فلوس في فلوس هنحسبها دلوقتي. ايه بقى الانفنتوري بوليسي؟ عباره عن تكتيكال ايشوز بعملها علشان الانفنتوري من الخامات دي تكلفني اقل ما يمكن. ايه التكتيكال ده؟ ممكن اشوف من سبلاير معين او اجيب من سب سبلاير تاني او اعمل مناقصات او اعمل مش عارف ايه، يعني في 100,000 بوليسي ممكن اتبعها في عملية البروكيورمنت أو عملية البيرشيسينج أو عملية الانفنتوري بتاعت الحاجات دي. يعني مثلا على سبيل المثال ممكن بعض الأحيان إن ما خزنش عندي وأخزن عند الزبون، أو ما خزنش عندي وأخزن عند الفندر اللي هو بيجيب لي البضاعة. دي بوليسي دي بوليسي، المهم في النهاية مين أرخص، مين بالنسبة لي أرخص. أروح أأجر مخزن وحط فيه كمية الكبيرة اللي عاوزها، ولا ادي للسبلاير فلوس زيادة اقول له خليها عندك لغاية لما اطلبها، ولا الزبون اللي طالبها اقول له خد دي بتاع الثلاث اسابيع لقدام بدل ما تاخد الاسبوع واحد وانا هدفع لك فلوس. يعني في بوليسيز كتيرة جدا ممكن ايه تتعمل عليه. Are planned since inventory requirements are planned over a medium range. وهي ليه تكتيكال؟ لأنه هي بتبقى كلها على medium range، ما فيش حاجة هنا بنستخدمها في long range. ما بجيبش inventory من مواد وخامات وكلام زي ده عشان يكفيني 3-4-5 سنين لقدام، ما
ما بيحصلش. يعني انت لو انت جبت انفنتوري من السكر او الشاي في البيت، مش هتروح تجيب 30 40 علبه عشان يكفوك سنتين لقدام، هتجيب بس احتياجات الاسبوع بتاعتك. فاذا هي دي بتبقى ميديم تيرم، وبالتالي في ات از تاكتيكال مور اور ليس اكويزيشن بلان. عندنا ثلاث بقى ايه حاجات في الانفنتوري بوليسي، ثلاثه مختلفين عشان نفهمهم. هنقول عندنا شويه بضاعه موجوده في المخزن، البضاعه اللي موجوده في المخزن دي هتطلب انها تصرف من المخزن عشان تنزل خط الانتاج، ولما تنقص هتطلب وتستعوض كميات اللي نقصت عنها، ولما تيجي تستعوض هتطلب طلبات علشان تحدد بيها الكميات اللي انت عاوزها and so on. يعني اكنه عندنا two main procedures موجودين، procedure عشان الصرف و procedure علشان ال receiving. يعني انا you receive الخامات من المورد، او ان انا بخرج الخامات المواد دي من خطوط الانتاج. فيبقى عندي هنا عاوز احط بقى ايه بروسيدير، يعني اسلوب عمل منمط عشان ما يحصلش اختلافات ولا يحصلش اي حاجه. فاقول مثلا على سبيل المثال ان هو اللي عاوز يصرف لازم يكون من جهه معتمده وعنده توقيع معتمد في المخازن على اساس ان ده اوثوريتي يمكن يصرف، وبيحرر الطلب رقم كذا، والطلب ده بيبقى انكلودنج البيانات الفلانيه، وبيقدم الطلب ده مع خطه الانتاج مش عارف ايه، ويديها لمدير المشتريات المدير المخازن، ومدير المخازن بيكشف على الكميات الموجوده في المخزن ويقول اللي ناقص قد ايه او اللي زايد قد ايه، ويطلع منها ماتيريال ريكويزيشن اوردر، تروح الماتيريال ريكويزيشن اوردر الى البيرشيسنج ديبارتمنت يجيب اسعار ويجيب يعمل لجنه، واللجنه تقرر اذا كانت الاسعار مناسبه ولا غير مناسبه، وبعدين يبتدي يطلع الامر التوريد اللي هو هيجيب بيه البضاعه، وبعدين تيجي البضاعه يحصل عمليه استلام، ويشكل لجنه من فلان وفلان 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 علشان يعمل الاستلام والفحص، ويحصل ايه لو البضاعه دي ما قبلتش، ويحصل ايه اذا البضاعه دي قبلت، وازاي يدخلها المخزن وايدها جوه المخزن وتبقى ايتم مخزنيه. حدوته طويل. طب لو واحد هيصرف بقى هيقدم لي نموذج ايه واطلع له ايه واعمل له مين يستلم ومين اللي يستلم وشغلانه. دي كلها عباره عن بروسيدير. انت دلوقتي كده بتصمم نظام علشان الصرف والاضافه على المخازن، نظام الصرف والاضافه على المخازن. زائد انك انت عندك بتعمل جرد سنوي او جرد بيريوديكال او جرد مفاجئ او وات ايفر، تعمل له بروسيدير. يعني كل حاجه بتعمل لها ايه بروسيدير. This is a design problem. This is a design problem. ولما يجوا هم يطوروا في الشركات هم يقول لك ايه، انا عاوز اعمل ري انجينيرنج للانفنتوري بوليسي او الانفنتوري بروسيدرز. وجاب كلمه ري انجينيرنج دي منين؟ انك انت ار دوينج ديزاين، فانت ديزاين الايه الانفنتوري، ازاي بقى تو مونيتور الانفنتوري، ازاي تو ايشو الانفنتوري، ازاي تو ريسيف الانفنتوري، ازاي تو اكواير الانفنتوري. كل الحاجات دي عباره عن ديزاين. حاجه ثانيه بقى ان هي هاو ماتش شود بي اوردرد، انا هطلب قد ايه، هطلب 100، هطلب 200، هطلب 300، ولا اطلب باتش معينه هي دي بالنسبه لي ايكونوميكال، واطلبها كم مره في السنه. ده كلها بلانز، ادم دخل فيها عنصر التايم تبقى بلان. يبقى ده عندنا بلانينج بروبلم، عندنا ديزاين بروبلم وعندنا بلانينج بروبلم. وثالث حاجه ودي مهمه جدا اللي هي الكنترول، الكنترول بروبلم، انك انت تشوف
الخامات اللي موجودة والمواد اللي مطلوبة دي كفاية، ولا في حصل شورتج وكان أسباب الشورتج كانت إيه، هعمل إمتى ريبلانشمنت يعني إعادة ملء تاني للمواد اللي موجودة دي and so on. فديس إز كنترول بروبلم. عندنا ثلاثة بروبلمز موجودين في المخازن، واحدة ديزاين، واحدة خاصة بالبلاننج، والثالثة خاصة بالكنترول. طيب حد عنده سؤال لغاية دلوقتي؟ عندنا بقى انفنتوري كتير قوي. عندك ممكن يكون عندك خامات، ممكن يكون عندك اجزاء، ممكن يكون عندك مكونات، كل دي تايبس اوف انفنتوري موجوده. او اثناء التصنيع جزء او اجزاء عمل لها اسمبلي وما طلعتش منتج نهائي، ده سب اسمبلي من حاجه، او حاجه اتشغلت اخذت تشغيل على مكنه من الماكينات وتركنت عشان تروح لمكنه تانية، واصبح عندك انفنتوري موجود على ارض المصنع اللي هو يسموه الوركينج ان بروجريس او الوركينج ان بروسيس داخل المصنع. ده انفنتوري الاخر، وده حساباته مهمه جدا، لانه في اخر السنه لما اجي احسب هقول انا كان اشتريت خامات قد ايه وصرفت خامات قد ايه، اجي احسب الاقي ان عندي خامات مش لاقيها، لا دخلت مخازن تاني ولا طلع، واللي طلع من المخزن ما رجعش تاني، وبالتالي عندي كان تكلفه حصلت بس التكلفه دي موجوده على ارض المصنع، فلازم احسب التكاليف بتاعه الوركينج ان بروسيس. طيب عندنا فينش جودز اللي هي المنتجات المنتهيه الصنع الاخرى، واللي هي قابلة للتجارة. عندنا spare parts اللي هي يسموها replacement parts أو spare parts. عندنا tools، عندنا supplies، عندنا أشكال كتيرة من إيه supplies دي؟ supplies دي عبارة عن ممكن يكون اسطبات، tools، مش حاجات زي كده، يعني إيه؟ ما بتخشش في المنتج، يعني ما بتظهرش في المنتج. لو انت زيت شحمت بتاع كلام من ده مش هيظهر في المنتج، لكن لو جبت له مسمار ودقيته في خشبه هيظهر في المنتج الخشبي، يعني ده شيء طبيعي. فدي سبلايز والتولز والريبليسمنت بارت والجودز ان ترانزينت. الايه جودز ان ترانزينت؟ اللي هي البضاعه اللي جايه لي كمان في السكه دي بتتحسب. ف اللي يسموها اللي جايه في البايب لاين، يعني اللي جايه لي في الطريق، دي مهمه جدا. انا لما اجي احسب اي كميات عاوزها عاوز اعرف اللي موجود في المخزن واللي مطلوب قد ايه واللي جاي لي في الطريق ايه، لسه هيجي بس لما يجي هيبقى عندي ماتيريال. فاذا الجودز ان ترانزينت تو وير هاوس اور كاستمرز، زي ما انتم شايفين كده اللوري ده بيمثل 3 او 2 different materials موجودين فيه. هل هو كده فعلا؟ اه، اللوري ده تلاقيه بيفضي في محطة البنزين، بنزين وسولر وبتاع، هو في compartment جوه مفصولة ينزل من الفتحة دي او ينزل من الفتحة دي يعني، ودي برضه فيها product mix raw material وال purchase part components و sub assemblies، كل دي items working process والfinished goods والsupplies والpipeline inventory. احنا مش عاوزين نستهون من الموضوع، يعني ادي مثال ان هو مثلا في شركة زي حديد الصلب اللي هم بيقفلوها دلوقتي اللي هي بتاعت التبين، المخازن فيها 250 الف item. شوفوا بقى 250 الف ايتم، هي عنده ما تتصورش بس انه عنده مخازن دي كلاسيفايد، كانوا 68 مخزن موجودين، مخزن بتاع الكترونكس، مخزن بتاع كنترول، مخزن بتاع الكتريستي، مخزن بتاع رولينج ميلز، مخزن بتاع بتاع ده فورجينج، مخزن بتاع الدايز والتولز، المخزن بتاع 68 مخزن. وبعدين مخازن كمان تانية بتاعة السبلايز اللي هي السولار والمولار والحاجات اللي بيطلعوا بيها الطاقة،
وبعدين عندهم مخازن بقى اللوس ماتيريالز اللي هي زي الفحم الحجري والفحم اللي مش عارف النباتي والحجر الجيري والمش عارف ايه والبيلتس عندهم كمية رهيبة جدا. تعمل بقى كنترول ازاي على هذا العدد الرهيب؟ شركة الناصر للسيارات اللي قفلت برضو دي كان فيها 54,000 ايتم في المخازن. لما جم يحصروا الحاجات اللي موجودة في المخازن لقوا في تكرارات في بعض الايتمز متخزنة بكذا رقم وكذا حتة وفيها دوبليكيشن، وطبعا لخبطة لان الاعداد كبيرة جدا، هتقدر تعمل كنترول ازاي على الاعداد الرهيبة دي؟ يبقى لازم بقى نشوف لنا طريقة عشان تكنترول الحاجات دي. فالانفنتوري وظيفته تو ميت انتسيبيتد ديماند وسموث داون البرودكشن ريكويرمنتس وديكابل الاوبريشنز وتو بروتكت اجينست ستوك اوت وتو تيك ادفانتج اوف اوردر سايكل وتو هيلب هيدج اجينست برايس انكريسز وتو بيرميت اوبريشنز وتو تيك ادفانتج كوانتيتي ديسكاونتس. هنروح لما بنتكلم هنتطرق لكل الحاجات دي. Anticipation inventories are built up during the off season in order to meet the estimated demand. ماشي. Lot size inventory. Pipeline inventory. البروبلمز اللي بتقابلنا بقى في الانفنتوري ان النمبر اوف ايتمز بيبقى رهيب يعني وان اور مور، طبعا ممكن يكون باعداد ضخمه جدا. نيتشر اوف ديماند، الديماند ده ممكن يكون انسرتن، ممكن يكون الديماند بتاعنا الاستوكاستيك يعني، او يكون ديترمينستيك. يا ريت يكون ديترمينستيك ونقدر نبقى عارفين المطلوب قد ايه، لكن طالما دخل فيها probability او دخل فيها randomness في الديماند اصبحت المساله بقت صعبه جدا. طيب ال number of times period in planning horizon والمعاقبات اللي بتقابله بقى بتاع الماتيريالز في الباك اوردرز او اللوس سيلز لما يبقى مش موجود الايه الخامات اللي هو يشتغل بيها. حاجة من المشاكل الموجودة الليد تايم، الليد تايم ده اللي هو التايم فروم ريكوزيشن لغاية الريسيفنج او ذا ماتيريال، فده بيكون ستوكاستيك إلى حد كبير يعني. مفيش مورد بيبقى فيسفول قوي في المواعيد بتاعته، فمرة يجيب لك في الشهر ومرة يجيب لك في الشهرين مرة يجيب لك 15 يوم and so on. الستوك اوت اللي هو معناه انه الستوكس اللي موجودة عندك ممكن هي من غير ما تحس نتيجة اي الماتيريال يكون صرف اكتر من اللازم والكواليتي بتاعتك رفضت الايه الماتيريال فقعدت تعيد فيها مرة تانية فيحصل لك ستوك اوت وعندك مشكلة باك اوردرز ولوس سيلز برضه. بنقيس بقى البرفورمانس بتاع الانفنتوري. نعم هو ممكن نكمل المرة الجاية؟ تعبتوا؟ اه عندنا محاضرة الساعة 8. لا يبقى تعبت. طيب لا ماشي. طيب هناخد المحاضرة بتاعتنا الجاية الساعة كام ويوم ايه؟ ممكن تكون يوم زي النهاردة كده يعني. لا 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 ده بعيد قوي. مش هنخلص الكورس يعني. على فكرة يعني ده لمصلحتكم يعني، انتوا لو تعرفوا الحاجات دي مش هجيلك فرصة تانية تعرفها. هتعرفها منين؟ مش هتعرف خلاص انت هتتخرج يعني، مش هناخدك مرة تانية. انا اتالي نور بقى رتبي معاهم الميعاد الجاي وقولوا لي عليه، حتى لو هو الاسبوع الجاي مش دي القضية يعني، بس اتفقوا على الميعاد اذا كان ممكن ناخد ميعاد تاني قريب يكون احسن. تمام يا دكتور. اوكي. طيب حد عنده اسئله في اللي فات؟ ها هضمتوا الموضوع ولا لسه
لسه شوي. انا بتكلم وارد على نفسي مش فاهم. هو اخر جزء بس احنا في صدر. اخر جزء بتاع الانفنتوري بس يا دكتور محتاجين نعيد عليه تاني يعني. طبعا نعيد ما عادش ليه. اكيد حنعيد ما تقلقش. طيب اوكي. حضوركم النهارده ايه؟ حضور تعبان برضو. انتوا مش 50 واحد ازاي تحضروا 20 ولا بتاع؟ حرام عليكم يا جماعه. يلا امرنا الى الله. اوكي تصبحوا على خير يا جماعه، مع السلامه.